السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مهندس حسام من قناة حسام ميرا للرياضيات. بإذن الله موعدنا النهاردة في حل تمارين 6 هندسة، وده يعتبر الدرس الأخير في منهج الهندسة لطلاب الصف الثالث الإعدادي، وهو معادلة الخط المستقيم بمعلومية ميله وطول الجزء المقطوع من محور الصادات. الدرس اللي فات كان عبارة عن ميل الخط المستقيم، وتعودنا إزاي بنعرف نجيب الميل بتاع الخط المستقيم، وإزاي بنعرف نحدد ميلي المستقيمين المتوازيين إن الميلين بيساووا بعض، أو المستقيمين المتعامدين اللي حاصل ضرب الميلين بتوعهم بيساوي كام؟ بيساوي سالب واحد. هنبدأ المرة دي بقى نكون المعادلة، أو هو يديك المعادلة ويبدأ يطلب منك الميل أو طول الجزء المقطوع من محور إيه؟ من محور الصادات. فالاتنين بإذن الله هيكونوا أسهل من بعض، عايزك بس تركز معايا وتركز في المعلومات اللي أنا هقولها لك، هيبقى الدرس بالنسبة لك سهل وبسيط جدا جدا. خلاص تعالى نبتدي في حل الأسئلة وهنفهم كل حاجة زي ما أنت متعود مني بإذن الله. لو انت اول مره تشوفني ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتضغط لايك وتشير الفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من الناس. طبعا تعال نسمي بسم الله وخلينا نبتدي، يلا توكلنا على الله. طيب السؤال الاول بيقول لي اوجد الميل، يبقى عايز الميل والجزء المقطوع من محور الصادات. بص، اول ما يقول لك الجزء المقطوع من محور الصادات دماغك تروح على الرقم. يعني ايه الرقم؟ يعني اللي ما فيش جنبيه رمز، يعني مثلا سالب 3 4، وهفهمك ليه دلوقتي. تمام، بكل من المستقيمات الاتيه. تمام، عندك طريقتين عشان تجيب بيهم الميل، وفهمني بقى كويس وركز في المعلومات دي. انا هستخدم الطريقه اللي مش هتغلطك، الطريقه السهله بالنسبه لك، ولكن انا عارف الناس كتير بتحل بالطريقه التانية، فانا افهمك الاتنين وشوف اللي تريحك ايه، وهتسالني على الطريقه اللي بتريحني اقول لك عليها دلوقتي. يعني مثلا اول واحده دي صاب بتساوي 5 س ناقص 3. مبدئيا احنا عارفين دايما ان في معادله بناخد منها الميل، اللي هي يا باشمهندس ص بتساوي م س زائد الجيم. المعامل بتاع السين اللي هو الميل، والحد اللي لوحده اللي هو الرقم اللي لوحده ده طول الجزء المقطوع. حلو قوي، بس خلي بالك ان المعادله دي ليها شروط. ايه هي الشروط؟ لازم تبقى ص بس. يعني ايه ص بس يا باشمهندس؟ يعني ما تبقاش 3 ص، ما تبقاش 2 ص، ما تبقاش تلت ص او ص على 3، لازم تبقى ص كده مش جنبها اي حاجه. فهنا ممكن نقول على طول الميل اللي هو معامل س اللي هو الخمسة، ويسألك عن طول الجزء المقطوع من محور الصادات. بص بقى بتكتبها ازاي، دي سالب 3 صح؟ فيبقى بالنسبة لك اسمها كده 3 وحدات من الجزء السالب من محور الصادات. دايما بتقطع من محور الصادات، فهنا انت ما يهمكش هي موجب ولا سالب، لانه هيجي يغلطك في اخطر ويقول لك هو بيقطع كم وحده ويكتب لك 3 ولا سالب 3. هتقول له يا باشمهندس ده سالب 3. لا، هو بيقول لك كم وحده من الجزء السالب، يبقى تقول له 3 وحدات من الجزء السالب. تمام، يبقى دي الطريقه اللي انت المفروض عارفها. لا، انا بقى بحب الطريقه الثانيه، اللي هي الطريقه الثانيه سالب معامل س على معامل ص. بس اهم حاجه في الطريقه دي ان احنا لازم نخلي المعادله بتاعتنا كل حاجه في طرف واحد. يعني ايه؟ يعني هنا الص في طرف وال5 س ناقص 3 في طرف. لا لا، انا هودي كله في طرف واحد. بص هعمل ايه، هكتب الص اهو. لما الخمسة س تروح الناحية التانية هتبقى سالب 5 س، لما السالب 3 تروح الناحية التانية هتبقى موجب 3. مش كده المعادلة بتاعتك بقت بتساوي صفر؟ أيوه يا باشمهندس. بص بقى أنا هعمل إيه، الميل سالب معامل س على معامل ص. يعني خد الرقم اللي قدام السين غير إشارته، يعني بمعنى أصح أدي السالب وأدي السالب 5 أهي، أو أنت ممكن تغير إشارته على طول تخليها 5. تمام، على معامل ص اللي هو رقم اللي قدام الص بواحد، سالب في سالب بموجب يديك 5 على الواحد اللي هي بخمسة. يبقى انا كده جبت الميل. بص بقى اما اجيب طول الجزء المقطوع، بص هكتب المقطوع اهو، هيساوي يا باشمهندس ركز معايا، هتاخد الرقم اللي لوحده تحط له سالب برضه يا باشمهندس، ايوه، يعني ده موجب 3، حط قبلها سالب، يبقى سالب 3 على معامل الص برضه. يبقى معامل الص ده هو المقام في الاثنين، هنا الص قدامها ايه؟ واحد، يبقى هيساوي سالب 3. يبقى تقول لي طول الجزء المقطوع بيساوي 3 وحدات من الجزء السالب. تقول لي يا باشمهندس ده دي طويله. لا مش طويل، هوريك انا الوقت هنعمل ايه في رقم 2 وتقول لي ان هنا اللي طويل. لو انا قلت لك 2 ص بيساوي 4 ناقص س، اوعى تستعجل. انا قلت لك عشان تحل بالطريقه اللي فوق دي لازم الص دي يا باشمهندس تبقى الوحيدة، فهتضطر تقسم المعادله على 2، يعني تقول لي ص بتساوي 4 ناقص س على ال 2، وبعد كده توزع ده، يعني 4 على 2 فهل 2 ناقص س على 2 اللي هي اسمها نص س، ما هي س على 2 اللي هي نص س. هتقول لي الصاد اللي هو الميل قصدي اللي هو معامل السين، تقول لي سالب نص،
وطول الجزء المقطوع تقول لي وحدتين من الجزء الموجب، صح؟ هتفضل تعمل كل ده. طبعا دي الطريقة اللي انا مش بحبها بصراحة. تعال بقى اوريك الطريقة اللي بحبها اللي هي شبه دي وبتحل اي واحدة. تيجي كمان؟ يلا بينا. هنكتب الاتنين صاد، اتفقنا ان احنا كلهم بنجمعهم في طرف واحد، يعني الاربعة اللي هتروح الناحية التانية هتبقى سالب اربعة، السالب س ده هتروح الناحية التانية هتبقى موجب س. كل ده بيساوي ايه؟ بيساوي الصفر. بص عشان اجيب الميل سالب معامل س، بص بكتب السالب واحط الرقم اللي قدام الس، هنا مفيش حاجة يعني واحد، على معامل ص اللي هو 2 يبقى بيساوي سالب 1 على 2، يبقى انا كده جبت الميل بتاعي يا باشمهندس. حلو، طول الجزء المقطوع يلا بينا هيساوي ايه؟ هتاخد الرقم تحطه قدامه سالب، ادي السالب اهو، وتقول لي سالب 4 على برضه ايه نفس المقام ده، بتحط هنا كده. طبعا سالب في سالب هيديك موجب، يديك 4 على 2 اللي هي بيساوي 2، حلتها في في خطوه واحده. يبقى انت لو سالتني بتحب الطريقه انهي، انا بحب الطريقه دي واكمل بيها بقيه الدرس. اتفقنا؟ لازم تكون فاهمها كويس لانها سهله يا باشمهندس. خلاص. طيب بص بقى، بدل ما نقعد نحط السالب وبتاع، انا هاخد الرقم اغير اشارته. خلي بالك في الميل بغير اشارته، في الجزء المقطوع بغير اشارته. فاقول لك مثلا انا عايز الميل، شوف لي الرقم اللي قدام السين غير لي اشارته واقسم على الصاد. المقطوع شوف لي الرقم اللي لوحده اللي مش جنبيه اي رمز غير اشارته، يعني هي سالب 4 يبقى موجب 4 على الصاد اللي هي 2. فاهمني؟ وهنبدا نحل بالمبدا ده على طول. تعالى يلا نشوف رقم 3 كده ونحلها برده بسرعه. يلا، يبقى 2 س ناقص 3 ص ناقص 6، كل ده بيساوي صفر. هات لي الميل، خد لي الرقم اللي قدام الس غير اشارته، دي موجب 2 يبقى سالب 2، واقسم لي على الرقم اللي قدام الصاد سالب 3، السالب هيروح مع السالب يبقى 2 على 3. هات لي طول الجزء المقطوع. يلا، خد لي الرقم اللي لوحده اللي مش جنبيه ولا س ولا ص، غير اشارته، دي سالب 6 يبقى موجب 6، على نفس المقام اللي هو الرقم اللي قدام الصاد سالب 3. طبعا موجب على سالب يديك سالب، 6 على 3 فيها الاثنين، يبقى هتقول له طول الجزء المقطوع اهو. طبعا دي بقى انا مش عايز اكتبها لك بقى، انا بجيب لك الناتج وانت كمل بقى. وحدتين اهو، او 2 وحده من الجزء السالب من محور الصادات. والميل طلع معايا بكام؟ طلع معايا ب2 على 3. خلاص الموضوع سهل. هو هنا بيقول لي انا عايز الميل والجزء المقطوع، ما قاليش بقى رتب لي المعادله ولا اكتب لي المعادله، فهتحل بالطريقه دي سهله جدا. خلاص تعالى يلا نشوف اللي بعده كده، رقم 3. رقم 4 بيقول لي ص زائد الس ناقص الواحد بيساوي صفر. يلا هات الميل، خد لي الرقم اللي قدام الس غير لي اشارته، ده مفيش يعني واحد يبقى سالب واحد لانه بغير اشارته، على الرقم اللي قدام الصاد مفيش يبقى واحد، سالب واحد على الواحد يبقى سالب واحد. طول الجزء المقطوع هيساوي يا باشمهندس ركز معايا، هناخد الرقم اللي لوحده نغير اشارته، ده سالب واحد يبقى موجب واحد، على الرقم اللي قدام الصاد ما هو واحد برضه، اتفقنا المقام ده هو المقام ده، واحد على الواحد بيبقى بيساوي واحد، يبقى انا جبت لك الميل بيساوي سالب واحد. وطول الجزء المقطوع هتقول لي طول الجزء المقطوع يقطع وحده واحده من الجزء الموجب لمحور الصادات، والمساله بتاعتك خلصت. عرفت ان الطريقه دي سهله؟ اللي بعدها س على الاثنين زائد 3 ص، مش اتفقنا كله في طرف واحد؟ هات لي الستة دي الناحية التانية، يبقى سالب 6 بيساوي صفر، صح كده يا باشمهندس؟ مش احنا اتفقنا إن س على 2 هي نص س؟ تمام، يبقى نص س زائد 3 ص ناقص الستة بيساوي صفر. حلو قوي يا باشمهندس، عايز الميل، خد لي العدد اللي قدام الس غير إشارته، يبقى سالب نص على الرقم اللي قدام الصاد اللي هو 3. طيب دي كسر عادي جدا، ادي سالب نص واقلب العلى فيه وشقلب اللي بعد العلى، دي 3 على 1 يبقى 1 على 3، سالب 1 في 1 بسالب 1، 2 في 3 في 6، يبقى انا جبت الميل بيساوي ايه؟ سالب 1 على 6. طب هات لي طول الجزء المقطوع هيساوي ايه؟ خد لي الرقم اللي لوحده غير اشارته، ده سالب 6 يبقى موجب 6، على الرقم اللي قدام الصاد 3، 6 على 3 فيها الاثنين، يبقى طول الجزء المقطوع وحدتين من الصادات الموجب او المستقيم يقطع من الجزء الموجب لمحور الصادات وحدتين. دي طبعا انت اكتبها بالعربي، مش مهم قوي ان انا اكتبها لك لان هي سهله. خلاص تعالى يلا نشوف اللي بعده. بيقول لي س على 2، اتفقنا بقى ان احنا ممكن ناخد المقام نطلعه بره، يعني نص س زائد ص على 3 نفس الفكره، اخد المقام اطلعه بره يبقى ثلث ص. الواحد لا لا ما ينفعش اسيب واحد في طرف واديه الناحيه الثانيه، هو موجب واحد يبقى سالب واحد بيساوي صفر. هات لي الميل، خد لي الرقم اللي قدام السين غير اشارته، يبقى سالب نص على الرقم اللي قدام الصاد اللي هو تلت، دي كسور يبقى سالب نص، اقلب العلى فيه،
بعد كده يا باشمهندس شقلب لي ده واحد على التلاتة، خليه تلاتة على واحد، اضرب لي سالب واحد في تلاتة بسالب تلاتة، اتنين في واحد باتنين، يبقى الميل بيساوي كام؟ سالب تلاتة على الاتنين. عايز طول الجزء المقطوع، خلاص الجزء المقطوع، خد للرقم اللي لوحده اللي مفيش جنبيه سين ولا صاد، غير اشارته يبقى واحد، على الرقم اللي قدام الصاد برضه اللي هو تلت، يبقى يساوي واحد، اقلب العلى فيه، شقلب ده واحد على التلاتة يبقى تلاتة على واحد، واحد في تلاتة بتلاتة، يبقى طول الجزء المقطوع تلات وحدات من الصادات ايه؟ الموجب. خلاص كده انت حليت سؤالك وخدت الدرجة كاملة بأسهل طريقة، عشان تعرفني ان الموضوع ده سهل جدا جدا. تعالى يلا نشوف السؤال اللي بعده، يلا بينا. رقم اتنين بيقول لك اوجد معادلة المستقيم اذا علم ان ميله والجزء المقطوع من محور الصادات. اول ما يقول لك ميله والجزء المقطوع من محور الصادات، يجي في دماغك المعادلة اللي هي ص بتساوي م س زائد الجيم. بص بقى، هنطبق المعادلة دي في كل حاجة. يعني الصاد هي ثابتة يا باشمهندس، هتساوي الميل باتنين، هشيل الميم دي واحط اتنين، يبقى اتنين س من الجزء الموجب لمحور الصادات سبع وحدات، يبقى موجب سبعة. بس عملت اول واحد. رقم اتنين ص برضه يا باشمهندس بتساوي ميله سالب واحد، يبقى سالب س، احنا ما بنكتبش سالب واحد س، تمام، واقطع من الجزء الموجب لمحور الصادات تلات وحدات، يبقى زائد تلاتة. رقم تلاتة ص بتساوي ميله اتنين ونص، يبقى اتنين ونص س، ويقطع من الجزء السالب، يبقى في إشارة سالب، وحدة واحدة يبقى سالب واحد. رقم أربعة ميله سالب تلاتة على أربعة، يبقى ص بتساوي سالب تلاتة على أربعة س، ويقطع من الجزء السالب، يبقى في إشارة سالب، اتنين ونص واحدة يبقى اتنين ونص. خلاص فهمني الموضوع سهل جدا. رقم خمسة ص بتساوي ميله صفر، يبقى صفر في س، ما هي بصفر، ويقطع من الجزء السالب، ممكن لو عايز تكتبها اهو صفر في س، تمام، ويقطع من الجزء السالب، حط سالب وحدة تاني يبقى اتنين، بس ما تسيبها ليش بقى كده، يبقى ص بتساوي صفر في س بصفر مش هكتبه، يبقى ص بتساوي ايه؟ سالب اتنين. خلاص ويبقى بالنسبة لي المستقيم ده بيوازي محور ايه؟ السينات، عشان لو سألك عليه. خلاص كده برضو خلصنا السؤال التاني، سؤال سهل وبسيط جدا جدا. خلاص تعالى يلا نخش على السؤال رقم تلاتة ونشوف هنتعامل برضو ازاي بأسهل طريقة ممكن. تلاتة بيقول لي أوجد معادلة الخط المستقيم المر بالنقطة ويصنع مع الاتجاه الموجب لمحور السينات لزاوية موجبة قصة 45. قبل ما ابتدي حل السؤال، عشان تكون معادلة خط مستقيم محتاج حاجتين، محتاج الميل ومحتاج طول الجزء المقطوع من الصادات سواء موجب او سواء سالب، تمام، يبقى انا محتاج الحاجتين دول، لو طلعتهم يبقى يا باشمهندس خلاص اعرف اكون المستقيم بتاعي. اتفقنا؟ اتفقنا. يلا بينا، يلا بينا يا باشمهندس. اول واحده بيقول لي ايه؟ بيقول لي المر بالنقطة 3 و2 ويصنع مع الاتجاه الموجب لمحور السينات زاوية موجبة قياسها 45. ما احنا قلنا الميل بيساوي ظا الزاوية الموجبة التي يصنعها المستقيم مع محور السينات، طب ما هو بيقول لك 45، يبقى ظا 45 بيساوي 1، يبقى انا كده جبت ان الميل بيساوي 1. طب مش انا عندي المعادلة ص بتساوي م س زائد ج، ادي الص بتساوي، انا جاي عرفت ان الميل بواحد، يبقى 1 في س اللي هي بس زائد الج. طيب مش هو بيقول لك بيمر بالنقطة 3 و2؟ أيوه يا باشمهندس، خلاص عوض لي بالنقطة هنا عشان تطلع لي الجيم. يلا، شيل السين وحط 3، وشيل الصاد وحط 2، هشيل الصاد وحط 2، هتساوي أشيل السين وحط 3، يبقى 3 زائد الجيم، صح يا باشمهندس؟ وأدي 3 الناحية التانية، يبقى 2 ناقص 3 بتساوي الجيم، 2 ناقص 3 سالب 1، يبقى الجيم بتساوي كام؟ الجيم بتساوي سالب 1. طالما طلعت الجزء المقطوع والميل، ظبط له المعادلة بقى، يبقى ص بتساوي احنا جبنا الميل بواحد يبقى س، والجيم طلعت بكام؟ بسالب واحد، يبقى المعادله ص بتساوي س ناقص الواحد. خلاص وخلصت. هل فيها صعوبه؟ سهله جدا، تعال نشوف اللي بعده. رقم اتنين يقطع من الجزء السالب من محور الصادات جزءا طوله ثلاث وحدات، يبقى تكتب لي كده على جنب ان الجيم بتساوي كام؟ سالب ثلاثه، عرفت الجيم، ناقصني الميل، ويوازي المستقيم الذي معادلته، تعالى نكتب المستقيم كده. 2 س ناقص 3 ص، وعود ايدك بقى وانت بتكتب هتوديهم له كلهم في طرف واحد، يعني الستة دي هتروح الناحية التانية حتى لو مش محتاجها. مش انت بتقول لي بيوازي المستقيم ده؟ يعني ميله نفس ميل المستقيم ده؟ ما احنا خدناها الدرس اللي فات، تمام. طب ما تيجي نجيب ميل المستقيم ده، خد الرقم اللي قدام السين غير اشارته واقسمه على العدد اللي قدام الصاد، اهو السالب هيروح مع السالب، يبقى الميل بيساوي 2 على 3.
طب ما انا عرفت الميل وعرفت طول الجزء المقطوع، اكتب لي بقى المعادله. ما صب بتساوي ميم سين زائد الجيم، يبقى الصب بتساوي شيل الميم وحط 2 على 3 وادي السين، شيل الجيم وحط سالب 3، يبقى المعادله بتاعتك صب بتساوي 2 سين ناقص 3، ويبقى انت كده 2 على 3 سين ناقص 3، ويبقى انت كده كونت المعادله بتاعتك. سهله سهله جدا. تعال نشوف اللي بعده. رقم 3، العمود على المستقيم. تعال نجيب المستقيم ده، 3 س ناقص 4 ص زائد 7، كل ده بيساوي صفر. هات لي ميله، سالب معامل س، خد لي اللي قدام الس وغير اشارته، ده موجب 3 يبقى سالب 3، واقسمه على اللي قدام الص سالب 4، السالب هيروح مع السالب يبقى بيساوي 3 على الأربعة. جبت الميل، عايز طول الجزء المقطوع، هو بيقول لي واقطع من الجزء الموجب لمحور الصادات جزء مقداره 6 وحدات، يبقى انا عرفت ان الجيم بتساوي 7 لانه بيقول لي من الجزء الموجب. بس خلي بالك هو بيقول لك عمودي على ده، يبقى ميل العمودي او المستقيم اللي انا عايزه المفروض ان حاصل ضرب الميلين بيساوي سالب 1، ولكن لو انت شفت الفيديو اللي فات هتلاقيه في قوائم التشغيل، احنا قلنا طريقه سهله، شقلب وغير اشاره. ايه ده يا باشمهندس؟ دي 3 على 4 شقلبها يبقى 4 على 3. هي معلش دي كانت ايه؟ موجب، خلي دي سالب، خلاص جبت العمودي. سهله سهله يا باشمهندس. يبقى الميل المستقيم بقى ما هو بيبقى عباره عن صب بتساوي ميم س زائد ج، يبقى الصب بتساوي هشيل الميل واحط ميل العمود اللي انا عاوزه لانه بيقول لك عمود عليه، يبقى سالب 4 على 3 س، وهشيل الجيم واحط موجب 7، يبقى المعادلة بتاعتي صب بتساوي سالب 4 على 3 س زائد 7، ويبقى انت كده مسألتك خلصت. خلاص، هل فيها صعوبة؟ المسألة زي ما انت شايف سهلة جدا جدا. ده ايه ده؟ ده انا نقلت 7 وبقول لك بيقطع 6 وحدات، دي 6 معلش، انا شفتها 7 بصيت على دي. خلاص، يبقى المعادلة بتاعتي صب بتساوي سالب 4 على 3 س زائد 6. خلاص، ويبقى انت كده مسألتك اتحلت. تعال نشوف اللي بعده. ماشي، رقم 4، الذي يقطع جزءا موجبا من محور الصادات مقداره 5، يبقى الجيم بتساوي 5، وعمودي على المستقيم المر بالنقطتين. طب ما تيجي نجيب ميل النقطتين دول، ما احنا لو معانا نقطتين بيساوي ايه؟ فرق الصادات على فرق السينات، يعني هتقول لي 1 ناقص 7، كل ده من الدرس اللي فات، على فرق السينات سالب 2 ناقص 2 سالب 2 ناقص 2، 1 ناقص 7 سالب 6، سالب 2 وسالب 2 سالب 4، السالب هيروح مع السالب، على 2 فهي 3، على 2 فهي 2، يبقى انا جبت ميل المستقيم ده ولكن هو بيقول لك عمودي عليه، فانا هجيب ميل العمودي، شقلب وغير اشاره، دي 3 على 2 خليها 2 على 3، غير اشارتها مش دي موجب خليها سالب، يبقى انا كده جبت ايه؟ ميل العمودي. طب ما هي المعادله ص بتساوي ميم س زائد الجيم، شيل الميم يلا وحط لي ايه؟ جبنا العمود اهو، سالب 2 على 3 س، والجيم بموجب 5، يبقى المعادلة بتاعتي ص بتساوي سالب 2 على 3 س زائد الخمسة، ويبقى انت كده مسألتك خلصت. خلاص، سهلة يا باشمهندس، سهلة يا باشمهندس وبسيطة بإذن الله. كده خلصنا الجزء ده من الأسئلة، تعال نشوف اللي بعده. يلا يا باشمهندس مكملين في نفس الفكرة. رقم 5، بيقول لي الذي يقطع من محوري الإحداثيات السيني والصادي جزئين موجبين طولهما 4 و9. خلي بالك بقى هو بدأ يغير لك هنا، فبيقول لك انا بقطع من السينات اهو، السينات اللي هو الاول اللي هو 4، طب ما هو طالما بيقطع من السينات يبقى الصاد بصفر، يعني انا ممكن اقول ان النقطه عباره عن 4 وصفر، شو اللي بيقول لي؟ تمام. و يقطع برضو من الصادات 9، ما هو طالما يقطع من الصادات يبقى السين بصفر، يبقى النقطه اسمها 0 و9. تمام، هو دلوقتي بقى معايا النقطتين دول صح، هقدر اجيب منهم الميل واقدر اعوض اجيب المعادله، فهمتني؟ تمام، تعال نجيب الميل، الميل بيساوي فرق الصادات على فرق السينات، يبقى 0 ناقص 9 على 4 ناقص الصفر هيساوي سالب 9 على الأربعة، يبقى انا جبت الميل يا باشمهندس. تمام، يبقى مش المعادله بتاعتي يا ص بتساوي م س زائد الج، صح كده؟ تمام، عوض لي يبقى ص بتساوي شيل الميم وحط سالب 9 على الأربعة س زائد الجيم، محتاج نقطة، أنت معاك نقطتين، طب الأسهل نهين؟ خد اللي الصاد فيها بصفر، اللي السين فيها بصفر عشان تطير ده، فدايما خد السهلة، يبقى هنعوض بمين؟ بصفر وتسعة. يلا، لما السين بصفر الصاد هتبقى بتسعة، يبقى تسعة بتساوي السين بصفر يعني ده هيطير، يبقى التسعة بتساوي الجيم، يبقى أنت عرفت إن الجيم بتساوي كام؟ تسعة. اكتب بقى المعادلة مظبوطة، يبقى ص بتساوي سالب 9 على الأربعة س زائد الجيم اللي هي بكام؟
اللي هي بتسعة، خلاص. ويبقى انت كده كونت المعادلة بتاعتك وخدت الدرجة كاملة، خلاص. سهلة يا باشمهندس، سهلة بإذن الله. رقم 6 بيقول لك المر بالنقطة 2 وسالب 1 وميلو يساوي 2. ده مباشرة جدا، انت عارف ان المعادلة صب بتساوي ميم س زائد الجيم، حلو. ما هو بيقول لك ان ميلو بيساوي 2، يبقى صب بتساوي، اشيل الميم واحط 2، يبقى 2 س زائد الجيم. مش انت معاك نقطة عارفها؟ عوض بيها ال 2 والسالب 1، شيل الس وحط 2، وشيل الصاد وحط سالب 1، اشيل الصاد وحط سالب 1، هتساوي 2 في 2 زائد الجيم، يبقى سالب 1 هيساوي 4 زائد الجيم، وضّل الأربعة الناحية التانية، يبقى جيم بتساوي سالب 1 وسالب 4 سالب 5. يبقى أنا عرفت الجيم، اكتب بقى المعادلة مظبوطة. يبقى ص بتساوي 2 س، وجبت الجيم بكام؟ بسالب 5. يبقى المعادلة بتاعتي ص بتساوي 2 س ناقص 5، ويبقى أنت كده حليت سؤالك صح. هل فيها صعوبة؟ سهلة يا باشمهندس، واللي بعده يلا. 7 يا باشمهندس مكمل في نفس الفكرة، بيقول لك المر بالنقطة، دي اللي هنعوض بيها عموديا على المستقيم الذي معادلته ص بتساوي نص س ناقص 5. ده معادلة كده على الصورة القياسية اللي هي ص بتساوي م س زائد الجيم. طالما الصاد لوحدها مش جنبها رقم، يبقى ده الميل بتاعي، يبقى ميل المستقيم اللي وقعته هو اللي بنص. طب انا عايز اجيب ميل العمودي، لان المستقيم بتاعي عمودي عليه، شقلب وغير الاشارة، دي 1 على 2 يبقى 2 على 1. طب ما دي موجب، يبقى دي سالب، صح كده. يبقى انا جبت العمودي، يبقى المعادلة بتساوي ص بتساوي، اشيل الميم واحط سالب 2 س زائد الجيم. بيقول لك بيعدي بالنقطة سالب 2 و3، حلو. شيل الصاد وحط 3، يبقى ال 3 بتساوي سالب 2 في، شيل السين وحط سالب 2، يبقى سالب 2 زائد الجيم. 3 بتساوي سالب 2 في سالب 2 بموجب 4 زائد الجيم، وضل الأربعة الناحية التانية، يبقى الجيم بتساوي 3 ناقص 4 سالب 1. يبقى أنا عرفت إن الجيم بسالب 1. اكتب المعادلة مظبوطة بقى، يبقى ص بتساوي سالب 2 س، وجبنا الجيم بسالب 1 يبقى ناقص 1، يبقى المعادلة بتاعتي ص بتساوي سالب 2 س ناقص الواحد، خلاص. سهلة برضو، سهلة برضو. تعال نشوف اللي بعده. مر بنقطة وبيوازي ده، يبقى أجيب ميل ده. طب هي دي عبارة عن إيه؟ س زائد 2 ص ناقص 7 بيساوي صفر. زي ما انت شايف كده كلهم متجمعين في طرف، يبقى الميل بيساوي سالب معامل س، خد اللي قدام الس غير اشارته، هنا الس مش قدامها حاجه يعني 1، يبقى سالب 1 على اللي قدام الصاد اللي هو ب 2. طب ما هو بيقول لك بيوازيه، يبقى ميل اللي انا عايزه نفس الميل ده اهو، تمام. يبقى المعادله بتاعتها هتبقى ص بتساوي سالب 1 على 2 س زائد الجيم. بيقول لك ان هو بيعدي بالنقطه اسمها 3 وسالب 5، 3 وسالب 5، شيل الصاد وحط سالب 5 هيساوي سالب نص في، شيل السين وحط 3 يبقى 3 زائد الجيم، تمام. سالب 5 هيساوي سالب 1 في 3 بسالب 3 على 2 زائد الجيم، ودي ده الناحية التانية، يبقى سالب 5 لما يروح هيبقى موجب، يبقى 3 على 2 زائد الجيم بيساوي الجيم. خلي بالك إن 3 على 2 دي اللي هي 1.5، سالب 5 زائد 1.5 يبقى سالب 3.5، أو اللي هي سالب 7 على 2، يبقى الجيم بتساوي سالب 3.5. طب ما تيجي نكتب المعادلة مظبوط، يبقى ص بتساوي سالب نص س، وجبت الجيم بسالب 3.5 أو سالب 7 على 2. اكتب أي واحدة تعجبك والاتنين بالنسبة لك إيه؟ بالنسبة لك صح، يبقى كده خلصنا رقم 8. سهلة يا باشمهندس، سهلة بإذن الله. تمام، رقم 9، المر بالنقطة، خلي بالك النقطة دي اللي أنا بعوض بها في الآخر خالص. ويوازي المستقيم الذي يمر بالنقطتين، يبقى انا هجيب الميل بتاع النقطتين، يبقى الميل بيساوي فرق الصادات، يبقى 6 ناقص 2 على فرق السينات 5 ناقص ناقص 1، اوعى تنساه، 6 ناقص 2 ب 4، سالب في سالب بموجب، يبقى 5 زائد 1 ب 6، على 2 فيها 2، على 2 فيها 3، يبقى الميل بتاعي بيساوي 2 على 3، يبقى المعادله بتاعتي ص بتساوي 2 على 3 س زائد الجيم. بيمر بالنقطة ايه؟ 3 و 2، يبقى عوض لي ب 3 و 2، هشيل الصاد واحط 2 يبقى 2 على 3، هشيل السين واحط 3 زائد الجيم، طبعا ال 3 هتروح مع ال 3 وال 2 هوديها الناحية التانية، يبقى 2 ناقص 2 بيساوي الجيم. ما هو 2 ناقص 2 بصفر، يبقى الجيم بصفر، يبقى كأن الجيم مش موجود، يبقى المعادلة بتاعتي ص بتساوي 2 على 3 س، خلاص. بس كده، بس كده، ومسألتك خلصت، خلاص. موضوع سهل جدا، احنا بس كده بنتعود، تمام؟ تمام، تعالى يلا نشوف السؤال اللي بعده. رقم 10 بيقول لي المر بالنقطة، دي آخر حاجة بنعوض بيها، تمام؟
عمودي يبقى هجيب ميل ده اهو وبعدين اجيب العمودي، الموضوع بقى مكرر بالنسبة لي. يبقى ميل المستقيم اللي هو على طول فرق الصادات يبقى سالب 3 ناقص ناقص 4، اوعى تنسى دي، على فرق السينات 2 ناقص 5. تمام، سالب في سالب يبقى موجب، يبقى سالب 3 زائد 4 اللي هو موجب 1، 2 ناقص 5 يبقى سالب 3، ودي السالب فوق يبقى سالب 1 على 3. ميل العمودي، خلي بالك العمودي ده اللي انا عايزه، شقلب ده وغير اشارته، اما شقلبه يبقى 3 على 1، اغير اشارته هو سالب يبقى موجب، ما 3 على 1 بتساوي كام؟ 3. يبقى المعادله بتاعتي ص بتساوي 3 س زائد الجيم، بيقول لك بيمر بالنقطه ايه معلش؟ 1 و2. شل الصاد وحط 2، شل السين وحط 1، 3 في 1 زائد الجيم، طبعا 3 في 1 ب3، هتروح الناحيه الثانيه يبقى 2 ناقص 3 بيساوي الجيم، يبقى الجيم بتساوي سالب 1. يبقى المعادلة بتاعتي ص بتساوي 3 س ناقص الواحد. خلاص، يبقى انا كده جبت المعادلة بكل سهولة. خلاص، هو عمال بس بينوع لك في الافكار اللي هي ممكن تقابلك كلها باذن الله. تمام، المرة بالنقطة اتفقنا، دي اخر حاجة بعوض بيها يا باشمهندس. تمام، عموديا على المستقيم الذي يصنع زاوية موجبة، اول ما يجيب لك زاوية حط الظا على طول، 45 يبقى 45 بيساوي 1، بس خلي بالك بيقول لك عمودي، يبقى مش ده اللي انا عايزه، انا عايز ميل العمودي، يبقى شقلب ده، ما هو الواحد لما يشقلب هو واحد برضه بس غير اشارته، يبقى سالب 1. يبقى المعادله بتاعتي ص بتساوي سالب 1 س اللي هي سالب س زائد الجيم، بيمر بالنقطه ايه؟ 2 وسالب 2. حلو، شل الصاب حط لي سالب 2 بتساوي ادي سالب، شل السين وحط 2 زائد الجيم. بص، اول ما تلاقي حاجتين يعني متشابهين في طرفين مختلفين اعرف ان الجيم كده بصفر، بمعنى السالب 2 هتروح الناحية التانية تبقى موجب 2، يبقى دي بقت 2 ناقص 2 بتساوي الجيم، ما 2 ناقص 2 اللي هي بتساوي كام؟ بتساوي 0، يبقى بالنسبة لي الجيم ده كأنها مش موجودة، يبقى المعادلة بتاعتي ص بتساوي سالب س. خلاص؟ ويبقى أنت كده خلصت مسألتك، سهلة يا باشمهندس؟ سهلة بإذن الله، تعالى يلا نشوف السؤال اللي بعده. رقم 12 بيقول لي أنا عايز اللي هو بيمر بالنقطتين دول، باشمهندس ده ما جابليش نقطة أعوض بيها؟ لا، هو فعلا ما جابلكش نقطة واحدة، هو جاب لك اتنين ممكن تعوض بيهم. يعني بعد ما تجيب الميل بتاعهم عوض بأي واحدة من الاتنين، فهمتني؟ هفهمك دلوقتي، هجيب الميل فرق الصادات يبقى سالب 1 ناقص الواحد، سالب 1 ناقص الواحد، على فرق السينات 2 ناقص 1، 2 ناقص الواحد، سالب 1 وسالب 1 سالب 2، 2 ناقص 1 1، يبقى الميل بكام؟ بسالب 2، يبقى المعادلة بتاعتي ص بتساوي سالب 2 س زائد الجيم، اختار أي نقطة، اختار السهلة يا عم اللي هي 1 و1 دي، أهو يا باشمهندس. شيل الصاد وحط 1 هيساوي سالب 2 في س، ما هو سالب 2 في 1 بسالب 2 زائد الجيم، ودي السالب 2 الناحية التانية، يبقى الجيم بتساوي 1 و2 بيساوي 3، يبقى أنا جبت الجيم، اكتب لي بقى المعادلة مظبوطة، يبقى ص بتساوي سالب 2 س زائد 3. فهمت؟ يبقى هو أول ما يقول لك إن هو مر بالنقطتين دول يبقى تعرف على طول إن أنت تقدر تعوض في أي نقطة من الاتنين. خلاص؟ كده خلصنا الجزء ده من الأسئلة، تعالى نشوف اللي بعده. رقم 13 يا باشمهندس بيقول لي المستقيم برضو المر بالنقطتين دول ثم اثبت انه يمر بنقطة الاصل، مفيش ادنى مشكلة يا باشمهندس، واحدة واحدة، يلا واحدة واحدة. هات لي الميل، اول حاجة الميل بيساوي فرق الصادات يبقى 2 ناقص ناقص 1، 2 ناقص ناقص 1 على فرق السينات 4 ناقص ناقص 2، 4 ناقص ناقص 2 هيساوي سالب 1 في سالب في سالب بموجب، يبقى 2 زائد 1 ب 3، وهنا سالب في سالب بموجب يبقى 4 زائد 2 ب6، على 3 فعل 1، على 3 فعل 2، انا جبت الميل يا باشمهندس، حلو، يبقى المعادله بتاعتي ص بتساوي نص س زائد الجيم، عوض لي باي نقطه من الاثنين بقى، تعالى ناخد النقطه الموجبه عشان ما تتلخبطش، يبقى 4 و2، اي واحده تنفع، هشيل الصاد واحط 2 هتساوي النص، هشيل السين واحط 4 زائد الجيم، الاثنين على 4 فهل 2، يبقى ال 2 بتساوي 2 زائد الجيم، ال 2 هتروح الناحية التانية، يعني 2 ناقص 2 بتساوي الجيم، ما 2 ناقص 2 بتساوي 0، يبقى الجيم بتساوي 0. أول ما تلاقي إن طول الجزء المقطوع من محور الصادات بيساوي 0، يعني الجيم بيساوي 0، اعرف إن هو يمر بنقطة الأصل، على طول يا باشمهندس، خلاص؟ يبقى المعادلة بتاعتي ص بتساوي نص س، وخلصت المسألة. خلاص، برضو مسألة سهلة ولكن بتعتمد على ان انت لازم تبقى عارف المفاهيم الاساسية دي. خلاص، هنشوف اللي بعده. رقم 14 بيقول لي الذي ميله يساوي ميل الخط المستقيم ده هو، ويقطع جزء سالب من محور الصادات مقداره 3 وحدات. يبقى اول حاجة انا عرفتها
ان الجيم بتاعتي بكام؟ بسالب 3. عايز اجيب الميل، لانه بيقول لك هو نفس الميل المستقيم ده. طب يا باشمهندس معلش ده اعمل فيها يا عم، سهله، اضرب وسطين في طرفين. يلا س في 1 هتديك س، هتساوي هضرب 3 في ص ب 3 ص، وهضرب ال 3 في السالب 1 بسالب 3، جمعهم لي كلهم في طرف، هات لي السين الناحيه الثانيه، يبقى 3 ص ناقص ال 3 س لما تروح سالب س بيساوي صفر. انت تعرف تجيب الميل بقى، يبقى الميل بيساوي سالب معامل س، خد لي الرقم اللي قدام السين اللي هو سالب 1 غير اشارته يبقى 1، هالرقم اللي قدام الصاد يبقى 3. حلو، يبقى المعادلة بتاعتي ص بتساوي ميم س زائد الجيم، يبقى الص بتساوي شيل الميم وحط تلت، يبقى تلت س. طب ما الجيم هو قايل لك بكام؟ بسالب 3، يبقى المعادلة بتاعتي ص بتساوي تلت س ناقص 3. خلاص، يبقى انت كده مسألتك خلصت، وتعالى نشوف اللي بعده. 15 بيقول لي العمود على ألف باء من نقطة ألف، حيث ألف بكذا وباء بكذا. خلي بالك ان هو حدد لك النقطة العمودة عليها اللي هي ألف، يبقى انت هتعوض لي في الآخر بمين؟ بألف. تمام. طيب هنجيب الميل بتاع الألف باء، يبقى الميل بيساوي فرق الصادات 6 ناقص 1 على فرق السينات سالب 3 ناقص 2. 6 ناقص 1 5، سالب 3 ناقص 2 سالب 5، ده هيروح مع ده يبقى سالب 1. خلي بالك ان هو بيقول لك العمود، يبقى اجيب ميل العمودي. السالب 1 لما يشقلب ما هو سالب 1 غير اشارته يبقى موجب 1. حلو قوي، يبقى المعادله تبقى ازاي؟ ص بتساوي الواحد في س بس زائد الجيم، هو حدد لك النقطه اللي تعوض بيها اللي هي سالب 3 و6. هشيل الصاد واحط 6، هشيل الس واحط سالب 3 زائد الجيم، سالب 3 هتروح الناحيه الثانيه، يبقى الجيم بتساوي 3 و6 بيساوي 9. اكتب لي بقى المعادله مظبوطه، يبقى ص بتساوي س، شيل الجيم وحط 9، يبقى الص بتساوي س زائد 9، ويبقى انت كده مسالتك خلصت. خلاص، سهله برضه. رقم 16 بيقول لي العمود على ا ب من منتصفها، يبقى انا لازم اجيب نقطه المنتصف. هقول له نقطه المنتصف هتساوي مجموع السينات على 2 1 زائد 3 على 2، ومجموع الصادات على 2 3 زائد 5 على 2، 1 و3 4 4 على 2 فيها 2، 3 و5 8 8 على 2 فيها 4، يبقى دي النقطه اللي انا هعوض بيها. طب هو بيقول لك العمود على ا ب، يبقى هات لي ميل الالف ب، فرق الصادات 3 ناقص 5، فرق السينات 1 ناقص 3، 3 ناقص 5 سالب 2، 1 ناقص 3 سالب 2، 7 يروح مع السالب 2 على 2 فيها 1. هو بيقول لك ايه؟ العمودي، يبقى لازم نجيب ميل العمودي، هيساوي شقلب الواحد ما هو برضه بواحد، غير اشارته بسالب 1، يبقى انا جبت ميل العمودي بسالب 1، يبقى المعادله بتاعتي ص بتساوي سالب س زائد الجيم. هو قال لك عمود على من منتصفها، يبقى انا اعوض بنقطه المنتصف اللي انا جبتها اللي هي 2 و4، شيل الصاد وحط 4، شيل الس وحط 2، سالب 2 زائد الجيم، وادي دي الناحيه الثانيه، سالب 2 هتبقى موجب 2 و4 يبقى 6، يبقى الجيم بتساوي 6. يبقى المعادله اكتبها مظبوطه بقى، يبقى ص بتساوي سالب س زائد 6، يبقى هي دي المعادله اللي هو بيدور عليها. خلاص، سهله يا باشمهندس، سهله باذن الله. تعالى نشوف اللي بعده. رقم 17 بيقول لي المر بمنتصف القطعه دي، يبقى برضه عايزني اجيب نقطه المنتصف يا باشمهندس. تمام، تعالى نجيب يلا نقطه المنتصف، مجموع السينات 4 وسالب 2 على 2، مجموع الصادات 8 و4 على 2، 4 ناقص 2 اللي هي 2 على 2 فيها 1، 8 زائد 4 12 على 2 فيها 6، يبقى نقطة المنتصف اللي أنا هعوض بيها 1 و6. حلو، ويوازي المستقيم ده أهو اللي هو 2 ص، وأديله ال 4 س الناحية التانية سالب 4 س، وأديله السالب 5 موجب 5، هات لي الميل، خد للرقم اللي قدام الس غير اشارته، دي سالب 4 يبقى موجب 4، اقسمه على الرقم اللي قدام الصاد يبقى 2، 4 على 2 فيها 2، يبقى انا جبت الميل. هو بيقول لك ايه؟ يوازي، يبقى ميل اللي عايزه نفس ده اهو، يبقى المعادله بتاعتي ص بتساوي 2 س زائد الجيم، هتعوض بمين؟ بنقطه المنتصف اللي هي 1 و6، هشيل الصاد واحط 6، هشيل الس واحط 1، 2 في 1 ب 2 زائد الجيم، وادي الاثنين الناحيه الثانيه، يبقى ج بتساوي 6 ناقص 2 بيساوي كام؟ بيساوي 4. اكتب لي بقى المعادله مظبوطه، يبقى ص بتساوي 2 س زائد 4. خلاص، ويبقى انت كده جبت معادلتك، ويبقى انت كده باذن الله خدت الدرجه كامله. تمام، هنشوف اللي بعده.
رقم 18 بيقول لي الذي يمر بمنتصف ألف باء، برضو مكمل في فكرة نقطة المنتصف، عايز برضو يدخل لك الدروس كلها. تمام، اجمع السينات يبقى 3 وسالب 1 على الاتنين، اجمع الصادات 6 و4 على الاتنين، 3 ناقص 1 2، 2 على 2 فال 1، 6 و14 10 على 2 فال 5، يبقى نقطة المنتصف بالنسبة لي 1 و5. بيقول لك عمودي على المستقيم ده اهو، يبقى انا هجيب ميل المستقيم ده الاول، سالب معامل س، خد الرقم اللي قدام السين وغير اشارته، سالب 4 تبقى موجب 4، واقسمه على الرقم اللي قدام الصاد يبقى 2، 4 على 2 فال 2. انا عايز العمودي بعد اذنك، مش دي 2 على 1؟ اه، شقلبها تبقى 1 على 2، دي موجب غير اشارتها يبقى سالب 1 على 2، يبقى انا جبت ميل مين؟ العمودي. تمام، يبقى المعادله بتاعتي ص بتساوي سالب نص س زائد الجيم، هتعوض بمين؟ بنقطة المنتصف اللي هي 1 و5، حط الصب 5 ادي ب5، هتساوي سالب 1 على 2 في س اللي هي ب1، يبقى سالب نص زائد الجيم، ودي السالب نص الناحية التانية يبقى الجيم بتساوي 5 زائد نص اللي هي 5.5، خلاص؟ تمام، يبقى المعادلة بتاعتي صب بتساوي سالب نص س زائد 5.5 اللي هي 11 على الاتنين، أو اكتبها 5.5 الاتنين بالنسبة لك إيه يا باشمهندس؟ الاتنين صح، خلاص اتفقنا؟ موضوع زي ما انت شايف بسيط جدا جدا. رقم 19 بيقول لك المر بالنقطة ده اهي، واقطع من الجزء الموجب لمحور السينات، مش عايزك تتلخبط، أنا عارف دايما إن هو بيقطع من الجزء ها بتاع الصادات، هنا بيقول لك بيقطع من السينات عشان يجيب لك نقطة تانية، يعني أول ما يقول لك محور السينات أعرف إن هو بيجيب لك نقطة تانية، مش هو بتقول لي بيقطع من محور السينات 4 يبقى الصاد بصفر، يعني أنا أقدر أقول إن النقطة دي اسمها إيه؟ 4 و0، مش هو كده يبقى بيعدي بالنقطتين دول يا باشمهندس؟ الميل بيساوي فرق الصادات 3 ناقص الصفر على فرق السينات 2 ناقص 4، 3 ناقص 0 بيساوي 3، 2 ناقص 4 سالب 2، حلو، ودي السالب فوق يبقى سالب 3 على 2، يبقى انت كده جبت الميل. تمام، يبقى المعادلة بتاعتك ص بتساوي سالب 3 على 2 س زائد الجيم، عوض له بأي نقطة، خد له النقطة دي اللي هي 2 و3، يبقى الصاد اشيلها واحط 3، هتساوي سالب 3 على 2 في س اللي هي ب2 زائد الجيم، الاتنين هتروح مع الاتنين، والسالب 3 وده الناحية التانية، يبقى 3 زائد 3 بتساوي الجيم، يبقى الجيم بتساوي 6، اكتب لي بقى المعادلة مظبوطة، يبقى ص بتساوي سالب 3 على 2 س زائد الجيم اللي جبناها بتساوي كام؟ بتساوي 6، يبقى المعادلة اللي أنت عايزها ص بتساوي سالب 3 على 2 س زائد إيه؟ زائد الست، خلاص؟ موضوع سهل بسيط جدا بإذن الله، تعالى يلا نكمل باقي الأسئلة. رقم 4 يا باشمهندس، السؤال اختر كده سهل ولذيذ بإذن الله، بيقول لي المستقيم الذي معادلته كذا ميله بيساوي كام؟ زي ما اتفقنا هنخلي كلهم في طرف واحد يبقى 3 ص، وهات الاتنين س يبقى سالب 2 س، وودي السالب 6 تبقى موجب 6، كل ده بيساوي ايه؟ بيساوي الصفر، يبقى الميل بيساوي خد الرقم اللي قدام السين غير اشارته، سالب 2 تخليها موجب 2 تقسمها على العدد اللي قدام السين يبقى 3، يبقى ميله 2 على 3، ويبقى الاختيار الصح رقم ايه؟ رقم د. بيقول لي ميل المستقيم ده اول ما تلاقي مستقيم مش موجود في ص ميله غير معرف، خلاص؟ طب مش موجود في س يا باشمهندس يبقى ميله بيساوي صفر، عود نفسك على كده، يبقى بالنسبه للاختيار ج غير معرف هو الصح. المستقيم الذي معادلته يصنع زاويه موجبه مع الاتجاه الموجب لمحور السينات قياسها كام؟ طالما بيسالك على الزاويه يبقى لازم تجيب الميل، هيساوي خد الرقم، مش هما كلهم في طرف واحد؟ تمام، خد الرقم اللي قدام السين غير اشارته، دي 3 تبقى سالب 3، واقسمه على العدد اللي قدام الصاد اللي هو سالب 3، دي هتروح مع دي، والتلاتة مع التلاتة يبقى الميل بيساوي 1. عايز تجيب الزاوية هتجيب الآلة الحاسبة بتاعتك وتقوم عامل شيفت وبعدين زرار التان وبعد كده تكتب له 1، يعني هات لي الزاوية اللي التان بتاعها ب1 بيساوي كام؟ 45، يبقى الزاوية بتاعتك بتساوي 45 اللي هو الاختيار رقم ايه؟ رقم ب. رقم 4 بيقول لي المستقيم الذي معادلته الكلام ده يقطع من الجزء السالب لمحور الصادات جزءا ايه؟ طول الجزء المقطوع زي ما عملنا في اول سؤال، خد لي الرقم اللي لوحده، اتاكد بس ان هما كلهم في طرف واحد، خد لي الرقم اللي لوحده غير اشارته، دي سالب 6 يبقى موجب 6، واقسمه لي على عدد اللي قدام الصاد برضه يبقى سالب 3، طبعا موجب على سالب سالب 6 على 3 فال 2، يبقى هو بيقطع من الجزء السالب من محور الصادات وحدتين، خلي بالك هو بيقول لك اهو ده اللي انا قلت لك عليها، بيقول لك يقطع من الجزء السالب من محور الصادات، اقول له 2 مش سالب 2، مفيش طول بالسالب، انا بقول له بس ان هي قيمتها سالب 2 عشان اعرف هو من الصاد الموجب ولا من الصاد السالب،
خلاص تمام. هنشوف رقم 5، بيقول لي المستقيم الذي معادلته 2 س زائد 5 ص ناقص 10 يقطع من الجزء الموجب لمحور السينات. يا باشمهندس قلت لك اول ما يقول لك محور السينات اعرف ان هو كده عايز منك نقطه. طب تجيب النقطه ازاي؟ هو بيقول لك من محور السينات، يعني حط الصاد صفر، يعني شيل الصاد هتبقى 2 س، لما اشيل الصاد يبقى ناقص 10 بيساوي صفر، وادي السالب 10 الناحيه الثانيه يبقى ال 2 س بيساوي 10، اقسم على الاثنين هنا وهنا يبقى السين بتساوي 5. يبقى هو يقطع جزءا طوله 5 وحدات من محور السينات اللي هو الاختيار رقم كام؟ رقم تاني. خلاص ما تستعجلش في المسائل دي لانها مهم. تعالى يلا نشوف اللي بعد كده. يا باشمهندس بيقول لي معادله الخط المستقيم المر بنقطه الاصل، يبقى هو انا عارف ان المعادله الاصليه ص بتساوي م س زائد الج، بيقول لك ان هو بيمر بنقطه الاصل اللي هي 0 و0، يعني السين بصفر تمام، وميله بيساوي 1، ميله بيساوي 1 تمام، يبقى ص بتساوي هشيل الميم واحط 1 يبقى س. طب ما هو طالما بيعدي بصفر وصفر، لما احط السين بصفر والصاد بصفر هتبقى الجيم كانها مش موجوده، يبقى المعادله بتاعتي ص بتساوي س اللي هو الاختيار رقم ايه؟ رقم ألف. معادله الخط المستقيم المر بنقطه الاصل برضو، يبقى احنا عرفنا ان الجيم مش موجود، اول ما يقول لك بنقطه الاصل يبقى الجيم مش موجود، ويميل على الاتجاه الموجب لمحور السينات بزاويه قياسها 60، يبقى هجيب الظاء 60، هتعملها على الآلة هتطلع لك جذر 3 تان 60 جذر 3، والجيم مش موجودة يبقى الصاب بتساوي م س زائد الجيم، الجيم مش موجودة مش عايزها، يبقى الصاب بتساوي، ما أنا جبت الميل أهو بجذر 3 س، يبقى المعادلة بتاعتي صاب بتساوي جذر 3 س اللي هو الاختيار رقم إيه؟ رقم د. رقم 8 بيقول لي المستقيم الذي ميله بنص، يبقى أنا عرفت الميل، ويقطع محور الصادات عند النقطة 0 و3، ما هو طالما بيقطع الصاد من 0 و3 يبقى طول الجزء المقطوع من محور الصادات الموجب، لأن دي موجب 3 اللي هي الجيم يعني ب3، ما هو بيسألك على المعادلة، يبقى المعادلة هكتبها لك أهو، الميل بكام؟ بنص، يبقى صاد بتساوي نص س زائد الجيم اللي هي ب3، يبقى المعادلة بتاعتي صاد بتساوي نص س زائد 3 اللي هو بالنسبة للإختيار الصح رقم كام؟ رقم ج. خلاص بكده خلصنا الجزء ده من الاسئله، تعال نشوف اللي بعده. رقم 9 يا باشمهندس بيقول لي معادله المستقيم الذي يمر بالنقطه 2 وسالب 3 ويوازي محور السينات. برضه يا باشمهندس هو مكرر في الفكره اللي انت لازم تبقى عارفها، طالما بالنسبه لك بيوازي محور السينات يعني كانك مش شايف السين وتاخد للصاد، يبقى انا بالنسبه لي الجزء كده الصاد المعادله بتساوي بتاعته الصاد، يعني ايه؟ مش هو بيقول لك بيوازي السينات اعتبر السين دي مش موجود، يبقى المعادله هي ص بتساوي سالب 3 من غير ما تفكر، يبقى بالنسبه لي الاختيار رقم كام؟ رقم د. بيقول لي معادله المستقيم الذي يمر بالنقطه يوازي محور الصادات، يبقى الصاد كانها مش موجوده، يبقى بقى السين بتساوي سالب 5 اللي هو بالنسبه لي رقم كام؟ رقم ألف. الفكرتين دول شبه بعض بالظبط. رقم 11 بيقول لي معادله المستقيم الذي يقطع جزءا طوله 4 وحدات من الاتجاه الموجب لمحور الصادات، يبقى انا كده عرفت ان الجيم بتساوي 4 ويوازي المستقيم ده اهو. طب ما دي على الصوره القياسيه اللي هي ص بتساوي م س زائد الجيم، يبقى الميم بتاعتي بكام؟ ب 3. طب ما انا اقدر اكون بقى المعادله، يبقى ص بتساوي 3 س زائد الجيم اللي هي بكام؟ ب 4. يبقى هي دي المعادله اللي انا عايزها. فين دي؟ ص بتساوي 3 س زائد 4 اللي هو الاختيار رقم ايه؟ رقم ألف. رقم 12 بيقول لي المستقيمان دول مالهم؟ تعال نجيب الميل بتاع كل واحد. خلي بالك دي كده على الصوره القياسيه اللي هي ص بتساوي م س ناقص الجيم زائد الجيم، تمام؟ هنا الميل هو الثلاثه، طالما دي ص لواحد هيبقى هنا الميم بيساوي كام؟ الميم بيساوي 3. خلي بالك دي مش على الصوره القياسيه فهنخلي كله في طرف واحد، يبقى ممكن اكتبها 6 س زائد ال 5، ال 2 ص لما اوديها الناحيه الثانيه يبقى سالب 2 ص، كل ده بيساوي صفر. الميل بيساوي خد الرقم اللي قدام السين غير اشارته يبقى سالب 6، واقسمه على الرقم اللي قدام الصاد سالب 2، السالب هيروح مع السالب، 6 على 2 بيساوي 3. طالما ميل الاول 3 وميل الثاني 3 يعني الميلين متساويين، يبقى المستقيمين بتوعي مالهم؟ متوازيان. خلاص يبقى الميلين لو قد بعض متوازيان، لو حصل ضرب الميلين بيساوي سالب 1 يبقى المستقيمين بتوعي مالهم؟ متعامدان. خلاص فهمنا الفكره دي سهله جدا. تعالى يلا نشوف السؤال اللي بعده. 13 بيقول لي إذا كان المستقيمان 3 س ناقص 4 ص ناقص 3 وكف ص زائد 4 س ناقص 2 ناقص 8 متعامدان فإن كف بتساوي إيه؟ ركز معايا. هات لي ميل الأول كده، أدي ميل الأول. خد الرقم اللي قدام السين غير إشارته يبقى سالب 3،
خد الرقم اللي قدام الصاد اقسم لي عليه، بس سالب 4 السالب هروح مع السالب، يبقى الميل بتاع الاولاني ب3 على 4. بيقول لك ان المستقيمين دول متعامدين، يبقى ميل العمود شقلب غير اشاره، دي 3 على 4 يبقى 4 على 3، غير اشارتهم يبقى سالب 4 على 3. يبقى انت اما تيجي تجيب الميل ده اهو، يبقى لازم برضو سالب 4 على 3. طب ما تيجي نجيب ميل التاني ده اهو، خد الرقم اللي قدام السين غير اشارته يبقى سالب 4، واقسمه على الرقم اللي قدام الصاد اللي هو كاف، ما هي ده اهي بتساوي ده اهي. طب ما السالب 4 فوق بتساوي السالب 4، يبقى الكاف بتساوي اللي تحت، يبقى الكاف بتساوي كام؟ بتساوي بالنسبه لي 3 اللي هو الاختيار رقم ايه؟ انا بصيت لواحده تانية، اهي رقم ج. خلاص اتفقنا تمام. رقم 14 بيقول لي اذا كان المستقيمين دول متوازيين فان كاف بتساوي كام؟ والله يا باشمهندس طالما المستقيمين دول متوازيين يبقى لازم الميلين قد بعض. طب ما تيجي نجيب ميل الاول، هاخد الرقم اللي قدام السين غير اشارته يبقى سالب 1 على الرقم اللي قدام الصاد ب1 يبقى سالب 1، يبقى لازم ده برضو ميله بسالب 1. تعالى نجيب الميل، هيساوي هاخد الرقم اللي قدام السين اغير اشارته يبقى سالب كاف على الرقم اللي قدام الصاد اللي هو 2، لازم يساوي سالب 1 على 1. طبعا السالب هروح مع السالب، يبقى كاف على الاثنين بيساوي 1. ايه الحاجه اللي اقسمها على 2 تديني 1؟ يبقى كاف بتساوي كام؟ بتساوي 2. وعلى فكره بمجرد النظر طالما دي 1 ودي 1 يبقى لازم دي 2 ودي 2، بس انا عشان اكتبها لك بالخطوات يبقى بالنسبه لك الاختيار رقم ده اللي هو ايه الصح. رقم 15 بيقول لي اذا كان المستقيم لازم معادلته يوازي محور السينات فان كاف بتساوي ايه؟ طالما يوازي محور السينات يبقى السينات دي كانها مش موجوده. طب السينات دي امتى ما تبقاش موجوده؟ لما الكاف دي بتساوي صفر، يبقى بالنسبه لي الاختيار رقم الف هو الصح. المستقيمين دول متعامدين فحاصل ضرب الميلين بيساوي سالب 1، ياخد الميل هنا اللي هو معامل السين اللي هو الف، واخد الميل هنا برضو اللي هو معامل السين اللي هو جيم، يبقى لازم ان الف في جيم بيساوي سالب 1 اللي هو الاختيار رقم كام؟ رقم ج. خلاص دي كلها مسائل بتعتمد على الافكار اللي احنا حلينا بيها باقي الاسئله اللي فاتت. تعالى يلا نشوف السؤال اللي بعده. 14 بيقول لي المستقيم المر بالنقطتين 5 و4 و1 و5 عمود على المستقيم نهون واحده واحده، انا هجيب الميل الاول بتاع النقطتين دول بيساوي فرق الصادات 4 ناقص 5 على فرق السينات 5 ناقص 1 اللي هو 4. تمام، 4 ناقص 5 يبقى سالب 1 على ال 4 يبقى بيساوي سالب ربع. بيقول لك ان هو عمود، يبقى انا عايز ميل العمود شقلب ده يبقى 4 على 1، غير اشارته ما هو سالب يبقى موجب، يبقى ميل العمود بيساوي كام؟ 4. يبقى انا عرفت ان الميل بيساوي كام؟ بيساوي 4. تمام، طيب انا دلوقتي لو جيت بصيت في اي معادله دي بالنسبه لي يا باشمهندس هيطلع لي الميل بيساوي 4. انت عندك هنا ان ص بتساوي 4 س، الميل هنا بيساوي 4 اهو، لان ده بالنسبه لي معامل السين، يبقى بالنسبه لي الاختيار الصح هي دي يا باشمهندس اللي هو الاختيار رقم كام؟ رقم ج، من غير ما اجرب باقي الاختيارات، لان بالنسبه لي هي دي ان الميل بتاعي فيها بيساوي كام يا باشمهندس؟ بيساوي 4. رقم 18 بيقول لي ميل المستقيم الذي معادلته الكلام ده. طيب الميل اللي هو معامل السين اللي هو الالف ده، يبقى انا لازم اعرف الالف ده، هو بيقول لي بيمر بالنقطه 20 و5. تمام، يبقى انا بالنسبه لي هعوض عن 20 و5، هشيل الصاد واحط 5 يبقى 3 في 5 هيساوي، هشيل السين واحط 20 يبقى الف في 20 ناقص الخمسة، 3 في 5 ب 15 هتساوي الف في 20 ب 20000 ناقص الخمسة، الخمسة هتروح الناحية التانية يبقى 5 و 15 بتبقى 20 بتساوي 20000، هقسم الطرفين على 20 يبقى الالف بيساوي 1، يبقى المعادلة بتاعتي عبارة عن 3 ص هيساوي س ناقص الخمسة. خلي بالك هنا دي 3 ص مش ص، فلازم انا احولها لمعادلة تانية، يعني هجيبهم في طرف تاني ب 3 ص، هودي الس تبقى سالب س، هودي السالب 5 يبقى موجب 5، كل ده بيساوي صفر. الميل بيساوي، خد للرقم اللي قدام السين غير اشارته، ده سالب 1 يبقى موجب 1، سمهم لي على اللي قدام الصاد يبقى 3، يبقى الميل بتاعي بيساوي تلت اللي هو الاختيار رقم ايه؟ رقم د. خلاص؟ تمام، تعالى نشوف اللي بعده. رقم 19 بيقول لي اذا كان المستقيم اللي معادلته الكلام ده بيوازي المستقيم المر بالنقطتين، يبقى ميل ده بيساوي ميل ده، هجيب ميل النقطتين الاول، فرق الصادات 4 ناقص 5 على فرق السينات 1 ناقص 3 هيساوي سالب 1 على سالب 2، السالب هروح مع السالب يبقى بيساوي نص. يعني عايز ايه؟ بيقول لك ان هو بيوازيه، يبقى ميل التاني زيه، يبقى هنا هاخد معامل السين طالما هما في طرف واحد، خلاص معامل السين اللي هو ألف هغير اشارته يبقى سالب ألف على الرقم اللي قدام الصاد اللي هو 2 ناقص الألف، لازم هيساوي نفس الميل ده اللي هو بيساوي نص، هضرب بقى وسطين في طرفين، سالب ألف في 2 يبقى سالب 2 ألف، طبعا ده في واحد هيديني نفس العدد اللي هو 2 ناقص ألف،
ودي السالب ألف الناحية التانية، تمام؟ أو تعالى ماشي مش هتفرق، هتبقى موجب ألف ودي هتبقى سالب اتنين، يبقى سالب ألف بيساوي الاتنين، اضرب في سالب واحد، السالب ده هيتشال، يبقى الألف بيساوي سالب اتنين. يبقى أنا كده جبت قيمة الألف بتساوي سالب اتنين، اللي هو الاختيار رقم إيه؟ رقم ألف. خلاص؟ تعالى نشوف اللي بعده. رقم 20 بيقول لي مساحة المثلث بالوحدات المربعة المحددة بالمستقيمات. أول ما يسألك عن مساحة المثلث هتعمل حاجة أبسط من كده مفيش. مرة هتحط لي السين بصفر ومرة هتحط لي الصاب بصفر، يعني مرة هتشيل السينات دي خالص، هيفضل لك إن سالب 4 صاب بيساوي ال 12. اقسم على السالب 4 في الطرفين، دي هتروح مع دي، يبقى صاب بتساوي موجب على سالب بسالب، 12 على 4 إيه؟ التلاتة. لما احط الصاد بصفر الصاد ده هيتشال، هيفضل لي ان 3 س بتساوي 12. اقسم لي على 3 في الطرفين، يبقى س بتساوي 12 على 3 فيها كام؟ فيها 4. حلو حلو. هتبدا ترسم لي الشبكه البيانيه. خلي بالك ان انا كنت حاطط الس بصفر، يعني النقطه يعتبر صفر وسالب 3، صفر وسالب 3 اهي. هبدا اجيب الس بالنسبه لي اللي هي النقطه، انا كنت حاطط الصاد بصفر يعني النقطه دي اسمها 4 وصفر، فهروح للنقطة 4 وصفر اهي وابدا ارسم المثلث كده. طبعا الشبكة البيانية متعامدة، يبقى المساحة بتاعتي هتساوي نص في طول ده اهو، طبعا هاخد الموجب بس اللي هو 3 في طول ده اهو، ما هو نص طول القاعدة في الارتفاع اللي هو 4 على 2 في 1 على 2 في 2، يبقى 2 في 3 في 6. يبقى انت بعد ما يطلع لك الارقام ده اهي بتاخد لها المقياس، يعني هتقول لي نص في 4 في 3، نص في 4 في 3، يبقى الإجابة بتاعتي رقم ايه؟ رقم أ بيساوي 6. خلاص يا رب تكون فهمتها. تعالى يلا نشوف السؤال اللي بعده. 20 بيقول لي اذا كانت مساحه المثلث ا واو باء تساوي 9 وحدات مربع، نفس الفكره اللي احنا كملنا فيها. هو بتقول لي ان مساحه المثلث ا واو باء بيساوي 9، تعالى نعوض، يبقى 9 تساوي نص في طول القاعده، ما خلي بالك القاعده اللي هي باء واو دي، فهنكتبها باء واو زي ما هي، في الارتفاع، الارتفاع اللي هو ده اهو. طب ما بيقول لك ان النقطه دي اسمها 0 و6، يبقى الحته دي كلها طولها 6، يبقى في 6 طبعا ال 2 فيها 1 على 2 فيها 3، يبقى 3 باء واو بيساوي 9، اقسم الطرفين على 3، دي هتروح مع دي، يبقى الباء واو هتساوي 9 على 3 فيها 3. يبقى انا عرفت ان باء واو دي طولها كام؟ 3، يعني اعتبر النقطه باء دي اسمها 3 وصفر. حلو يا باشمهندس. بيقول لك انا عايز دلوقتي يا باشمهندس المستقيم اللي بيعبر عنه، مش هنعرف اجيب الميل من ده. ايوه يا باشمهندس. ازاي؟ فرق الصادات 6 ناقص 0 ب 6 على فرق السينات 0 ناقص 3 بسالب 3، يبقى 6 على سالب 3 بسالب 2، يبقى انا جبت الميل. تمام. بعد كده يا باشمهندس انا بالنسبه لي المعادله هي ص بتساوي م س زائد الجيم، يبقى الص بتساوي سالب 2 س زائد الجيم. طب ما تعوض لي باي نقطه، هات لي النقطه اللي الص اللي السين فيها بصفر، اسهل، يبقى 0 و6. طبعا لما احط السين بصفر دي هتتشال، واحط الصاب بستة، يبقى الستة بتساوي الجيم، يبقى الجيم بتساوي كام؟ ستة. يبقى المعادلة بتاعتي صاب بتساوي سالب اتنين س زائد الستة، أو ممكن نكتبها ستة ناقص الاتنين س. هي دي هي دي، فين اللي موجودة في الإجابات؟ أهي رقم باء، صاب بتساوي ستة ناقص اتنين س، اللي هو الاختيار رقم إيه؟ رقم باء. ويبقى أنت كده مسألتك اتحلت. خلاص تعالى نشوف السؤال اللي بعده. بيقول لي إذا كان الشكل أ باء ج د المربع، معادلة المستقيم لام واحد بكذا ومعادلة المستقيم لام اتنين بكذا، بيقول لي هات لي الكاف. طيب احلها لك بخطوة واحدة. من خواص المربع ان الاقطار بتاعته متعامدة يا باشمهندس، يعني ده عمودي على ده، يبقى القطرين دول متعامدين. ما هو القطر الاول اللي هو ده يعتبر معادلة الخط المستقيم اللي هو لام واحد، والقطر الثاني اللي هو ده يعتبر معادلة المستقيم اللي هو لام اتنين. طالما بالنسبة لي المستقيمين دول متعامدين، يبقى حصل ضرب الميلين سالب واحد، يعني الميلين عمودين. طب ما هو ميل الأول اتنين على تلاتة، لأن دي في الصورة القياسية اللي هي ص بتساوي م س زائد الجيم، يبقى ميله كام؟ باتنين على تلاتة. يبقى ميل التاني شقلب وغير الإشارة، دي اتنين على تلاتة يبقى تلاتة على اتنين، دي موجب يبقى دي سالب، يبقى سالب تلاتة على اتنين، يبقى الكاف ده بسالب تلاتة على اتنين، اللي هو الاختيار رقم د، من غير ما توجع دماغك والموضوع سهل جدا. خلاص كده يا باشمهندس خلصنا أسئلة اختر. تعالى يلا نشوف الأسئلة اللي بعدها. بس يا باشمهندس بيقول لي ميل المستقيمة اللازم معادلته 3 س ناقص 4 ص ناقص 15 هو إيه؟ يلا خد له الرقم اللي قدام السين غير إشارته، دي 3 تبقى سالب 3، وسمع الرقم اللي قدام الصاد يبقى سالب 4، السالب يروح مع السالب يبقى 3 على 4، يبقى ميله بكام؟ ب 3 على 4. ميل العمودي شقلب وغير الإشارة، دي 3 على 4 يبقى 4 على 3.
دي موجة بيبقى دي سالب، يبقى سالب 4/3. حلو. المستقيم الذي معادلته يقطع محور الصادات، يقطع محور الصادات، يبقى بالنسبة لك هتشيل مين؟ هتشيل السينات، يبقى ده هيك ده طارد، يبقى أصبح لك إن 3 ص ناقص الستة بتساوي صفر، ودي لي الستة الناحية التانية يبقى 3 ص بتساوي ستة، اقسم على التلاتة يبقى الص بتساوي اتنين. يبقى بالنسبة لي النقطة اسمها صفر واتنين، لأنه يقطع محور الصادات، يبقى النقطة اسمها ايه؟ صفر واتنين. معادلة محور السينات اعكس ص بتساوي صفر، بينما معادلة محور الصادات اعكس س بتساوي صفر. معادلة المستقيم المر بالنقطة ده اهي وميله بيساوي صفر، يعني الس بالنسبة لك مش موجودة، يبقى تاخد الص، يبقى ص بتساوي سالب خمسة. خلاص؟ الموضوع سهل. معادلة المستقيم الذي يوازي المستقيم ده ويمر بنقطة الأصل، قلنا طالما يمر بنقطة الأصل يعني الجيم بصفر. حلو. طالما الجيم بصفر وبيقول لك إن ميله بيساوي ده، طب ما هو ده ميله بيساوي اتنين، يبقى المعادلة بتاعتي ص بتساوي اتنين س، المفروض زائد الجيم، ولكن الجيم بتساوي صفر، يبقى المعادلة بتاعتي ص بتساوي اتنين س. خلاص؟ أنت لو فاهم الكلام اللي أنا بقوله ده، الموضوع بالنسبة لك تافه جدا جدا. خلاص؟ رقم 6 بيقول لي إذا كان لام واحد بيوازي لام اتنين، وألف باء طوله 7 وحدات، ومعادلة لام واحد يا ص بتساوي اتنين س زائد 4، تمام. هي المعادلة دي عبارة عن ص بتساوي ميم س زائد الجيم، مش الجيم ده اللي هو طول الجزء المقطوع من محور الصادات؟ أيوه يا باشمهندس. يبقى أنا بالنسبة لي مقطوع عند 4، يبقى الألف ده أهي عند الأربعة، الصفر والأربعة، صفر وأربعة. خلاص؟ يبقى النقطة أ ده 0 و4. طب ما هو بيقول لك إن أ باء طوله 7 وحدات، طب ما الحتت دي 4، يبقى الحتة دي كام؟ 3. بس خلي بالك إحنا نزلنا في الصاد السالب، يبقى النقطة ده اسمها 0 وسالب 3. خلاص؟ بيقول لي فإن معادلة لام 2 هي إيه؟ طب ما أنا يا باشمهندس، أنا أولاً هو متوازيين، يعني الميل هو هو باتنين، وأنا جبت إن النقطة دي 0 وسالب 3، يبقى طول الجزء المقطوع منها سالب 3، يبقى المعادلة بتساوي ص بتساوي 2 س، وانا جبت ان الجزء المقطوع من الباء تحت سالب 3، يبقى 2 س ناقص ايه؟ ناقص 3. خلاص؟ فهمتني؟ موضوع سهل على فكره خالص. تعالى يلا نشوف اللي بعده. رقم 7 بيقول لي باء تنتمي ل ا ج و ا بسالب 4 و0، تمام. باء بصفر و3 والالف باء بيساوي باء ج، يعني نقطه الباء دي في المنتصف. بيقول لي النقطه ج عايزها، طبعا ده من قانون المنتصف، هاخد النقطه اللي في النص اضربها في 2، يبقى 2 في 0 و3 هتساوي 0 و6، ونقص منها النقطة اللي احنا عارفينها زي ما احنا حلينا، يبقى 0 و6 ناقص النقطة اللي انا عارفها سالب 4 و0، يبقى هيساوي 0 ناقص ناقص 4 اللي هو 0 زائد 4 ب4، وستة ناقص الصفر ب6، يبقى النقطة بالنسبة لي هي 4 و6. بعد كده بيقول لي في المثلث واو أ ب، تمام. ظا أ بيساوي كام؟ تمام، مش النقطة دي اسمها سالب 4 و0، يبقى الحتة دي طولها 4، وخلي بالك مش الباء دي 0 و3، يبقى الحتة دي طولها كام؟ 3. وبيقول لك انا عايز ظا ا اللي هي الزاوية ده يبقى مقابل على مجاور، يبقى 3 على 4، صح كده يا باشمهندس؟ تمام. طيب بعد كده يا باشمهندس طالب مني ايه؟ بيقول لي انا عايز معادلة الخط المستقيم اللي هو ا ج، طب ما انا عايز اجيب ميله يا باشمهندس. تمام تمام. طيب انا دلوقتي معايا يا باشمهندس عليه معايا نقطتين اهم سهلين، فاقدر اجيب ميله، يبقى الميل بيساوي فرق الصادات يبقى 3 ناقص 0 على فرق السينات 0 ناقص ناقص 4، يبقى موجب 4، يبقى الميل بيساوي 3 على 4، هو بيساوي ميل نفس الزاويه ده، بس انا جايبها لك عشان تتاكد. يبقى مبدئيا هنا في ايه؟ 3 على 4 زائد الجزء المقطوع من محور الصادات، طب ما هو قطع الصاد في 0 و3، يبقى اخد الجزء المقطوع اللي هو ال3 ده، يبقى زائد 3. بس كده، بس كده، انا جايب لك دي بس عشان تتاكد ان الميل هو الميل. تمام. رقم 6 بيقول لي اثبت ان المستقيم المر بالنقطتين دول بيوازي المستقيم ده، اهو. يعني ايه؟ يعني لما تجيب ميل النقطتين دول هيطلع نفس ميل المستقيم. ماشي، تعال نجيب ميل النقطتين بيساوي فرق الصادات على فرق السينات، يبقى 1 ناقص 2 على 3 ناقص 1 هيساوي 1 ناقص 2 سالب 1، 3 ناقص 1 2، يبقى ميله بسالب نص، يبقى لازم ده يطلع ميله بسالب نص. تعال نجيب ميله، خد الرقم اللي قدام السين غير اشارته، دي 2 تبقى سالب 2، خد الرقم اللي قدام الصاد زي ما هو يبقى 4 على 2 فعل 1 على 2 فعل 2 بسالب نص. طالما ميل النقطتين بيساوي ميل المستقيم ده، يبقى المستقيم مالهم الاثنين مالهم يا باشمهندس؟ الاثنين متوازيين. خلاص تمام. رقم 7 بيقول لي اثبت ان المستقيم الذي معادلته الكلام ده عمودي على ده، طالما يا باشمهندس عمودي يبقى حاصل ضربهم بيساوي سالب 1، وكده كده هنجيب الميلين. تعال نجيب ميل ده هيساوي،
خد الرقم اللي قدام السين غير اشارته، خد الرقم اللي قدام الصاد زي ما هو، يبقى سالب 2 على 1 سالب 2. من قبل ما اكمل المفروض التاني يطلع كام؟ شقلب ده، ده سالب 2 على 1 يبقى 1 على 2، غير اشارته ده سالب يبقى موجب، يبقى المفروض التاني ميله يطلع بالنص. تعال نشوف، هنشوف ميل التاني. يلا فرق الصادات 3 ناقص الواحد على فرق السينات 2 ناقص ناقص 2، يبقى 2 ناقص ناقص 2. 3 ناقص 1 2، 2 سالب سالب يبقى موجب، يبقى 2 زائد 2 ب 4، على 2 فال 1 على 2 فال 2، يبقى ميل طلع بكام؟ ونص. طالما شقلبت وضربت، او انت بقى تاخد ميل الاول اهو سالب 2 وتضربه في ميل التاني اللي هو 2، ده هتروح مع دي بسالب 1. طالما حصل ضرب الميلين بيساوي سالب 1، يبقى المستقيمين بتوعك مالهم؟ متعامدان. خلاص موضوع بسيط سهل جدا، تعالى نشوف اللي بعده. رقم 8 يا باشمهندس بيقول لي اوجد معادلتي المستقيمين الذي يمران بالنقطه دي ويوازيان المحوران. سهله جدا ومفيش هتفهم من كده. والله انا هقول له يا باشمهندس ان الصاد هتساوي قيمتها اللي هي 2، والسين هتساوي قيمتها اللي هي سالب 3، بس كده بس كده. رقم 9 يا باشمهندس بيقول لي اوجد قياس الموجبه التي الزاويه الموجبه التي يصنعها الخط المستقيم ده مع الاتجاه الموجب لمحور السينات، وعادي نقطه التقاطع مع محور الصاد. واحده واحده، طالما انت عايز الزاويه يبقى لازم تجيب الميل، يبقى الميل بيساوي، خد الرقم اللي قدام السين غير اشارته سالب 3 على الرقم اللي قدام الصاد سالب 2، السالب هروح مع السالب، يبقى الميل بيساوي 3 على 2. بعد كده هروح الآلة بتاعتي واقول لها هات لي الزاويه، هعمل شيفت وبعدين تان، وبعد كده هكتب 3 على 2، هيطلع لك الزاويه حولها كده بالفواصل، يبقى 56 و18 و35، دي 76 هتديها واحده يبقى 36، يبقى 56 درجه 18 دقيقة و36 ثانية، يبقى أنا كده جبت الزاوية يا باشمهندس. حلو أوي، تمام. بعد كده بيقول لي أنا عايز نقطة تقاطع مع محور الصادات، يعني حط السين بصفر، يعني شيل السين، يبقى سالب 2 ص زائد الست بيساوي صفر، وأدي السالب 2 ص الناحية التانية، يبقى الاتنين ص بيساوي ست، اقسم على الاتنين هنا وهنا، يبقى الص بتساوي 3. طالما الص بتساوي 3 والنقطة السين بتساوي صفر، يبقى النقطة اسمها 0 و3. يبقى انت كده خلصت مسألتك. خلاص تمام، هنشوف رقم 10. رقم 10 بيقول لي اذا كان المستقيم ده اهو بيساوي صفر يقطع محور السينات عند النقطة ألف ومحور الصادات عند النقطة باء. طيب عايز احداث ألف وباء، تمام. تعال نبدأ لما هو يقطع محور السينات. معنى ان هو يقطع محور السينات يعني الصاد هيطير، يبقى الاتنين س ناقص الستة بتساوي صفر، ودي الستة الناحية سالب ستة الناحية التانية، الاتنين س بتساوي ست، اقسم على الاتنين هنا وهنا، يبقى السين بتساوي 3، يبقى النقطة اسمها ايه؟ 3 و0. مين دي؟ هو قال لك اسمها ألف، يبقى النقطة دي اسمها ألف 3 و0. طيب لما يقطع الصادات اعرف ان السين هتطير، يعني ده هتطير، يبقى سالب 3 ص ناقص الستة بيساوي صفر، ودي السالب ستة الناحية التانية، يبقى سالب 3 ص بيساوي ست، اقسم على السالب 3، يبقى الص بتساوي سالب 2، يبقى النقطة اسمها صفر وسالب 2. هو النقطة دي قال لك اسمها ايه؟ اسمها باء. يبقى انا كده جبت لك الالف والباء، تمام. انت عايز ايه مني بعد كده يا باشمهندس؟ تعال نشوف. بيقول لي انا عايز معادلة الخط المستقيم المر بالنقطة بنقطة منتصف الف باء ويوازي محور الصادات، يبقى انا عايز اجيب نص الف باء، تمام. هقول له نقطة المنتصف بتساوي مجموع السينات 3 زائد 0 ب 3 على الاتنين، مجموع الصادات 0 وسالب 2 ما هي بسالب 2 على الاتنين، هتساوي 3 على 2 وسالب 2 على 2 اللي هي سالب 1، يبقى هي بتمر بالنقطة دي. بيقول لي إن هو بيوازي محور السينات الصادات، لا بيوازي محور الصادات يا باشمهندس، يبقى ميله غير معرف. معنى إن ميله غير معرف يا باشمهندس يعني أعمل إيه؟ خد السين وسواها بقيمتها، يبقى السين بتساوي 3 على 2. يبقى أنت أول ما يقول لك يوازي محور الصادات، خد السين وحط إيه؟ حط قيمتها، تمام كده؟ تمام. تعال نشوف اللي بعده. رقم 11 بيقول لي اذا كان المستقيم الذي يمر بالنقطتين دول بيوازي المستقيم ده اهو، فهات لي قيمه الالف. هجيب الاول حاجه الميل من الطريقه اللي انا اعرف اجيبها، طبعا دول نقطتين معلوميتين، فهجيب الميل بتاعهم. فرق الصادات سالب 1 ناقص 1، فرق السداد 2 ناقص 5، سالب 1 وسالب 1 سالب 2، 2 ناقص 5 سالب 3، السالب بيروح مع السالب يبقى 2 على 3. بيقول لك بيوازيه، يبقى نفس الميل ده هو ميل ده. طب ما تيجي نجيب ميل التاني، تعال نسمي دي ميم واحد ودي ميم اتنين. هاخد الرقم اللي قدام السين غير اشارته، يبقى ده سالب ا، الرقم اللي قدام الصاد اللي هو 3. طب ما هو سالب ا على 3 طالما بيوازي يبقى لازم بيساوي 2 على 3، طالما المقام بيساوي المقام يبقى البسط بيساوي البسط،
يبقى سالب أ بيساوي 2، اضرب في سالب 1 كده، السالب هيتنقل الناحية التانية، يبقى الأ بيساوي سالب 2. يبقى أنا كده جبت لك قيمة الأ بتساوي كام؟ بتساوي سالب 2، ويبقى أنت كده مسألتك خلصت، خلاص؟ هو يعتمد على الفكرة دي بقى كتير، تمام؟ تمام، تعالى يلا نشوف السؤال اللي بعده. بيقول لي إذا كان المستقيم المر بالنقطتين دول عمود على المستقيم اللي معادلته كذا، عايز أعرف نفس فكرة اللي فاتت ولكن باختلاف بسيط. هجيب الميل بالنقطتين اللي أنا عارفهم فرق الصادات، أو فرق الصادات 2 ناقص ناقص 3 على فرق السينات اللي هي 5 ناقص 6. طبعا سالب في سالب هيبقى موجب، 2 و 3 5، 5 ناقص 6 يبقى سالب 1، ودي السالب فوق يبقى ده ميل وسالب 5. على طول يا باشمهندس هجيب ميل العمودي، هشقلب دي، مش دي سالب 5 على 1؟ تبقى بالنسبة لي 1 على 5. هغير إشارتها، ما هي سالب تبقى موجب، يبقى الميل بتاعي ب1 على 5. طب ده ميل العمودي، يبقى لازم ميل المستقيم ده يساوي 1 على 5. طب ما تيجي نجيب الميل ده اهو، اللي هو هنسميه ميل 2 مثلا، ودي ميم 1. خد اللي قدام السين غير إشارته، ده سالب أ يبقى موجب أ، واقسمه على الرقم اللي قدام الصاد اللي هو 5، يبقى الألف على 5 لازم تساوي 1 على 5. المقام بيساوي المقام، البسط بيساوي البسط، يبقى الألف بيساوي كام؟ الألف بيساوي 1. وكده مسألتك خلصت، حلوة؟ حلو. رقم 13 بيقول لي إذا كان أ بكذا وباء بكذا، فأوجد قيمة ص الذي إذا كان المستقيم ده بيوازي المستقيم ده. خلي بالك إن المرة دي أعرف أجيب الميل من المستقيم، لأن في هنا مجهول، يبقى أنا هجيب الميل من هنا الأول، يبقى م 1 بتساوي، خد الرقم اللي قدام السين غير إشارته، سالب 4 يبقى موجب 4، واقسمه على الرقم اللي قدام الصاد اللي هو 3. يبقى خلي بالك إن الميل بتاعك ب4 على 3، يبقى لازم ده برضه يبقى ب4 على 3. هات لي الميل بتاعه، سميه م 2. فرق الصادات يبقى سالب 3 ناقص الصاد على فرق السينات 2 ناقص الخمس، 2 ناقص الخمس هيساوي ايه؟ سالب 3 ناقص الصاد على 2 ناقص 5 اللي هي سالب 3. المفروض ان كل الكلام ده بيساوي 4 على 3. في طريقة اسهل، بدل ما نضرب، تعالى نعملها برضو، يعني انا مش هغير حاجة، بس المرة دي انا هقول صاد ناقص ناقص 3، مع فرق الصادات هكتبها صاد ناقص ناقص 3 على فرق السينات 5 ناقص 2، يعني بدأت بالنقطة اللي ورا، هتساوي ص سالب في سالب موجب، يبقى ص زائد 3 على 5 ناقص 2 اللي هي 3. ليه عملت كده؟ عشان دي خليت دي 3 ودي 3، فهمتني؟ يبقى كده ص زائد 3 على 3 المفروض تساوي 4 على 3. المقام بيساوي المقام، يبقى البسط بيساوي البسط، يبقى ص زائد 3 لازم تساوي ال 4، ودي 3 الناحية التانية، يبقى الص بتساوي 4 ناقص 3 بتساوي 1. خلاص مسألة تخلص، هي دي الفكرة بس. رقم 14 بيقول لي إذا كان المستقيم ده هو والمستقيم الذي يصنع مع الاتجاه الموجب لمحور السينات زاوية قياس كذا متوازيين، ماشي. هجيب الميل، هيبقى عبارة عن ظا الزاوية اللي هو اعطاها لي ب45، يبقى الميل بيساوي 1، ده ميم 1. بيقول لك إن المستقيمين دول متوازيين، صح؟ تمام، يبقى لازم الميل التاني برضه ب1. خد للرقم اللي قدام السين غير إشارته، ده هو كله الرقم اللي قدام السين غير اشارته، هو سالب يبقى موجب، يبقى 2 كاف ناقص الواحد على الرقم اللي قدام الصاد، ما هو واحد المفروض يساوي كل الكلام ده واحد، يبقى ده هو بيساوي ده، يبقى 2 كاف ناقص الواحد بيساوي واحد، ودي السالب واحد الناحية التانية، يبقى الاتنين كاف هيساوي واحد زائد واحد يبقى 2، اقسم هنا على الاتنين وهنا على الاتنين، يبقى الكاف بيساوي كام؟ الكاف بيساوي واحد، ويبقى انت كده جبت قيمة الكاف بتساوي واحد. رقم 15 بيقول لي انا عايز معادله محور التماثل بتاع القطعه المستقيمه ده. خلي بالك يا باشمهندس، انا محور التماثل بتاع القطعه المستقيمه بيكون عمود عليها من المنتصف، يبقى انا اول حاجه لازم هجيب نقطه المنتصف، وهجيب الميل بتاع المستقيم اللي انا عارف اللي هو س ص، وبعد كده اجيب الميل العمودي عليه، فاهمني؟ يعني انا اول نقطه عشان ما تتلخبطش هجيب الميل. يلا، فرق الصادات على فرق السينات، يبقى سالب 2 ناقص 6 على 3 ناقص ناقص 5، 3 ناقص ناقص 5، سالب 2 وسالب 6 يبقى سالب 8، 3 ناقص ناقص يبقى 3 زائد 5 ب8، يبقى الميل بيساوي سالب 1. ده ميل مين؟ ده ميل س ص. خلي بالك ان محور التماثل بيبقى عمودي عليه، يبقى انا هجيب ميل العمودي، هشقلب السالب 1، ما هو سالب 1 اغير اشارته يبقى 1، يبقى ميل العمودي بيساوي 1. حلو قوي، وخلي بالك ان هو بيبقى عمودي عليه من المنتصف، يبقى انا لازم هو بيمر بنقطه المنتصف، يبقى لازم اجيب نقطة المنتصف. مسألة جميلة على فكرة. اجمع السينات 3 وسالب 5 على الاتنين، اجمع الصادات سالب 2 و6 على الاتنين هتساوي 3 ناقص 5 سالب 2 على 2 سالب 1، سالب 2 و6 4، 4 على الاتنين فالاتنين، يبقى هو بيمر بنقطة سالب 1 و2. طب انا جبت الميل،
ما المعادلة هتساوي ص م س زائد الجيم. أنا جبت الميم بواحد يبقى ص بتساوي س زائد الجيم. عوض بقى بالنقطة سالب واحد واتنين عشان تطلع لي الجيم، تمام. حط الص باتنين هتساوي حط الس بسالب واحد زائد الجيم، وادي الناحية التانية يبقى الجيم بتساوي واحد واتنين بتساوي تلاتة. يبقى المعادلة بقى اكتبها صح، يبقى ص بتساوي س وجبنا الجيم بتساوي تلاتة، يبقى معادلته ص بتساوي س زائد تلاتة. خلاص، مسألة برضو من المسائل الحلوة والشمل. كده خلصنا الجزء ده من الأسئلة، تعال نشوف اللي بعده. 16 يا باشمهندس بيقول لي أ بكذا وباء بكذا وج بكذا، عايز معادلة الخط المستقيم بيمر بالنقطة أ اللي هي دي وبنقطة منتصف الباء ج، يبقى أنا لازم أجيب منتصف باء ج، تمام؟ هجيب نقطة المنتصف بتاعت مين؟ الباء ج هتساوي مجموع السينات 3 و1 يبقى 4 على 2، مجموع الصادات 7 وسالب 3 يبقى برضه 4 على 2، يبقى النقطة اسمها إيه؟ 2 و2. بيقول لك ان هو بيمر بألف اللي هي 5 وسالب 6 وبنقطة المنتصف اللي هي 2 و2، يبقى انا هجيب الميل من هنا، يبقى الميل بيساوي فرق الصادات سالب 6 ناقص 2 على فرق السينات 5 ناقص 2، سالب 6 وسالب 2 سالب 8، 5 ناقص 2 ب 3، يبقى الميل بتاعي بسالب 8 على 3، يبقى المعادلة بتاعتي ص بتساوي سالب 8 على 3 زائد 90 زائد الجيم. عوض لي بأي نقطة بقى، خد لي مثلا 2 و2، تمام؟ تمام، شيل الصاد وحط 2 هتساوي سالب 8 على 3 في س اللي هي ب 2 زائد الجيم هتساوي 2، سالب 8 في 2 بسالب 16 على 3 زائد الجيم، وادي دي الناحية التانية يبقى ج بتساوي 2 زائد 16 على 3. تعالى نعملها على الآلة الحاسبة أسهل، 2 زائد لا زائد 16 على 3 تطلع معاك ب 22 على 3، 22 على 3، يبقى المعادلة بتاعتي بقى مظبوطة، ص بتساوي الميل اللي هو سالب 8 على 3 س زائد الجيم اللي هي 22 على 3. خلاص؟ تمام؟ تعال نشوف اللي بعده. رقم 17 بيقول لي أ ب ج مثلث رؤوس النقط دي، عايز معادلة المستقيم المر بالنقطة أ، يبقى هو بيمر بالنقطة أ. عمودي على باء ج، ركز بقى في الكلام، انا معايا مثلث اهو ماشي، بيقول لك انا عايز اللي هو بيبقى مر بألف عمودي على باء ج، مش ده يعتبر ايه يا باشمهندس؟ محور تماثل. يعني خلي بالك انا هجيب معادله باء ج او هجيب ميل باء ج وبعدين اجيب ميل العمود عليه، فاهمني؟ وبعد كده اعوض بالنقطه ألف، تمام؟ واحده واحده عشان نفهم. اول حاجه هجيب ميل مين؟ ميل الباء ج، يبقى م بتساوي فرق الصادات سالب واحد ناقص واحد على فرق السينات 5 ناقص ناقص 2، سالب واحد وسالب واحد سالب 2، سالب في سالب وموجب 5 و2 يبقى 7، يبقى انا جبت الميل بيساوي كام؟ سالب 2 على 7. هجيب العمودي، ما انا عايز العمودي عليه، هشقلب ده يبقى 7 على 2، اغير اشارته، ما هو سالب يبقى موجب، يبقى ميل العمود اللي انا عايزه 7 على 2. فكده المعادله بتاعتي يا باشمهندس تبقى عباره عن ص بتساوي 7 على 2 س زائد الجيم. اعوض بمين؟ هو بيقول لك بيمر بألف اهو، يبقى اعوض بصفر وستة. لما اعوض عن السين بصفر طبعا ده هتطير، واحط الص بستة بتساوي الجيم، يبقى انا عرفت ان الجيم بتساوي كام؟ الجيم بتساوي 6، يبقى المعادله بتاعتي ص بتساوي 7 على 2 س زائد الستة. يبقى انت كده مسألتك خلصت وخدت الدرجة كاملة. خلاص، تفهم بس الكلام اللي هو بيقولك عشان ما تتلخبطش. 18 يا باشمهندس بيقول لي المثلث ألف باء جيم مثلث فيه، ماشي، معايا مثلث اسمه ألف باء جيم، بيقول لي إن ده المنتصف ألف باء، ماشي، ده اللي في النص، يعني دي قد دي أقدر أجيبها، تمام. رسم د الهاء بيوازي باء جيم، د الهاء بيوازي إيه؟ باء جيم، واقطع ألف جيم في هاء، يعني رسمنا شعاع كده بيقطع الألف جيم في الهاء. طب مش دي بدي في النص ودي بتوازي دي؟ ايوه، ما هو من تاني اعدادي القطعه الواصله بمنتصفي ضلعين في مثلث بتوازي الضلع ده وبتساوي نصه، يبقى انا بالنسبه لي برضو هاء في النص، يعني دي قد دي، وبالنسبه لي ان ده الهاء نص باء ج، مش انا معايا باء وج، هجيب طولها واقسمه على 2 يطلع لي طول مين؟ يطلع لي طول د الهاء. اتفقنا؟ اتفقنا. تعالى نجيب طول باء ج، يلا، من قانون البعد يبقى جذر مربع فرق السينات 5 ناقص 3 تربيع زائد مربع فرق الصادات يبقى سالب 2 سالب 4 تربيع هيساوي جذر 5 ناقص 3 2 تربيع ب 4 زائد
سالب 2 وسالب 4 سالب 6 تربيع ب36 يبقى هتساوي جذر 40 اللي هي 2 جذر 10. طيب انا بقول لك ان ده الهاء نصها، يبقى ده الهاء هتساوي نص في 2 جذر 10. 2 هتروح مع الاتنين يبقى في الاخر بتساوي كام؟ جذر 10. حلو قوي يا باشمهندس. يبقى انا عرفت ان ده الهاء طولها كام؟ جذر 10. ده مبدئيا. بعد كده بيقول لك انا عايز معادله ده الهاء. ركز معايا، مش انا معايا ان باء ج بيوازي ده الهاء، يبقى ميل باء ج هو هو ميل ده الهاء، يبقى نجيب الميل من الباء ج فرق السادات سالب 2 ناقص 4 على فرق السينات 5 ناقص 3. سالب 2 وسالب 4 سالب 6، 5 ناقص 3 2. طبعا سالب على موجب بسالب، 6 على 2 فيها 3، يبقى الميل بتاع الباء ج سالب 3، يبقى ميل ده الهاء سالب 3. فاضل يا باشمهندس اجيب نقطه من الاثنين، هات لي يا اما د يا اما هاء. تعالى نجيب د، ما هي د في المنتصف، هتساوي مجموع السينات 1 و5 6 على الاثنين على مجموع الصادات 2 وسالب 2 0 على الاثنين، يبقى 6 على 2 فيها 3 او 0 على 2 فيها 0، يبقى 3 و0. خلاص اقدر اكون المعادله بكل سهوله يا باشمهندس. يبقى ص بتساوي الميل جبناه بسالب 3 س زائد الجيم، وهنعوض بقى بالنقطه 3 و0، هشيل الصاد واحط صفر، هتساوي سالب 3 في 3 في سالب 9 زائد الجيم، وادي الناحيه الثانيه يبقى الجيم ب 9. يبقى المعادله بتاعتي ص بتساوي سالب 3 س زائد الجيم اللي هي بكام؟ ب 9. يبقى الص بتساوي سالب 3 س زائد 9، ويبقى مسالتك خلصت. خلاص برضو مساله فكرتها جميله جدا جدا. رقم 19 بيقول لي ألف باء جيم د مربع فيه، لو أنا جيت رسمته مربع كده عشان تبقى متخيل الكلام، ألف باء جيم د، تمام. بيقول لي الألف بكذا والجيم بكذا، يبقى هو عاطل القطر، ما تنساش المعلومة دي. بيقول لي أنا عايز معادلة باء د، يبقى هو عايز معادلة القطر التاني. إحنا قلنا الأقطار في المربع متعامدة، يبقى أنا هجيب ميل الألف جيم، تعالى نجيبه يلا بسرعة. فرق الصادات 4 ناقص 6 على فرق السينات 5 ناقص ناقص 1، 4 ناقص 6 سالب 2، دي سالب وسالب يبقى موجب، 5 و1 يبقى 6، ال 2 فيها ال 1 على 2 فيها ال 3 سالب 1 على 3. مش احنا قلنا ده ميل الالف جيم؟ اه، ما هو باء د ميله عمود عليه، يبقى ميل الباء د اللي انا عايزه بقى شقلب ده يبقى 3 على 1، غير اشارته يبقى موجب، يبقى انا عرفت ان ميل باء د ب 3، تمام. انا كده جبت ميل باء د يا باشمهندس، يبقى انا ناقصني نقطه متعدل فيه. طب يا باشمهندس اجيب انه نقطه بقى بالنسبه لي اعوض بيها؟ هي دي بقى فكره المساله بتاعتك، مش هي ما فيش الا نقطه واحده هي اللي متعدي فيها، هي النقطه ده هي. طب ما هو القطرين بينصفوا بعض، يبقى لازم اجيب نقطه منتصف بتاعه ا ج، دي بقى فكره المساله. فاجيب انا منتصف ا ج، يلا يبقى منتصف ا ج. مجموع السينات 5 وسالب 1 يبقى 4 على الاثنين، مجموع الصادات 4 و16 على الاثنين، 4 على الاثنين فيها الاثنين، 10 على الاثنين فيها الخمس، يبقى النقطة دي بتعدي، يبقى بتحقق المعادلة، يبقى ص بتساوي، جبنا الميل بكام؟ ب 3 س زائد الجيم، عوض بالنقطة 2 و5، شيل الصاد وحط 5، شيل السين وحط 2، 3 في 2 ب 6 زائد الجيم، ودي الستة الناحية التانية، يبقى الجيم بتساوي 5 ناقص 6 بتساوي سالب 1. اكتب لي بقى المعادلة مظبوطة، يبقى ص بتساوي 3 س ناقص الواحد. جبت المعادلة، ودي برضو من المسألة اللي فيها ايه؟ فكرة حلوة. خلاص يا باشمهندس، المسائل دي كلها بتعتمد على الأفكار، وخلي بالك دي مسائل امتحانات فركز عليها. كده خلصنا الجزء ده من الأسئلة، تعالى نشوف اللي بعده. ماشي يا باشمهندس، بيقول لي ألف باء جيم ده المعين، وخلي بالك المعين لازم تبقى عارف كل خواصه، عشان هو بيعتمد في المسائل دي على الخواص بس مش أكتر من كده. أدي معين أهو اسمه ألف باء جيم د، تمام. أضلاعه طبعا متساوية، والأقطار برضو من قبل ما أكمل يعني السؤال برضو متعامدة ومش بتساوي بعض، تمام. بيقول لي نقطة تقاطع قطري ميم، يبقى دي اسمها ميم، وأعطيك الألف وأعطيك الجيم، يبقى أنت معاك القطر. عايز معادلة الخط المستقيم المر بالنقطتين باء وده، لسه بقول لك نفس فكرة المسألة اللي فاتت. أول حاجة هجيب ميل الألف جيم، تمام. تعالى نجيب ميل الألف جيم، فرق الصادات يبقى 3 ناقص 0 على فرق السينات 1 ناقص 6، 3 ناقص 0 3، 1 ناقص 6 سالب 5، وأدي لي السالب فوق يبقى سالب 3 على 5. خلي بالك ده ميل الألف جيم، ميل الباء ده العمود عليه، يبقى العمود بتاع ده يبقى ميل العمود، شقلب ده يبقى 5 على 3، غير إشارته هو سالب يبقى موجب، يبقى ميل باء د ب 5 على 3.
ونفس فكرة السؤال اللي فات، أنا برضو الأقطار بتنصف بعضها، يبقى لازم أجيب النقطة ميم ده اللي هي في النص، يبقى ميم بتساوي اجمع لي السينات 1 و6 7 على الاتنين، اجمع لي الصادات 3 و0 3 على الاتنين، يبقى النقطة بتساوي 7 على الاتنين و3 على الاتنين. يبقى أنا بالنسبة لي المعادلة ص بتساوي 5 على 3 س زائد الجيم. عوض لي بقى بالنقطة دي، شيل الصاد وحط 3 على الاتنين بتساوي 5 على 3 في س، شيل السين وحط 7 على الاتنين زائد الجيم، 3 على الاتنين بتساوي 5 في 7 ب35، 3 على الاتنين فيها 6 زائد الجيم. ودي دي الناحية التانية، هات الجيم، توجعش دماغك، روح للآلة. يبقى 3 على الاتنين ناقص 35 على 6 تطلع معايا بسالب 13 على 3، سالب 13 على 3. يبقى المعادلة بتاعتي ص بتساوي الميل جبناه بكام؟ ب5 على 3 س ناقص 13 على 3. وخلي بالك سالب 13 على 3 اللي هي سالب 4 وتلت، الاتنين هي نفسها. خلاص وكده مسألتك خلصت. هنشوف اللي بعده. رقم 21 بيقول لي أنا عايز معادلة المستقيم المر بالنقطتين دهم أ وباء، ثم باين لأي نقطة اللي هي ج ده إيه؟ يعني إيه؟ لأنه لأي نقطة ج فإن ج بتنتمي لأ باء، تمام؟ أنا دلوقتي يا باشمهندس معايا معادلة المستقيم ده، تمام؟ هو عايز المعادلة، يبقى لازم أجيب الميل، أجيب الميل، فرق الصادات 3 ناقص ناقص 3 على فرق السينات 2 ناقص ناقص 1، تمام؟ 3 ناقص ناقص يبقى زائد، يبقى 6 على 2 ناقص ناقص يبقى 2 زائد 1 ب3. 6 على 3 بيساوي كام؟ بيساوي 2. يبقى أنا جبت دلوقتي يا باشمهندس 2. اختار أي نقطة بقى، المعادلة هتساوي ص بتساوي 2 س زائد الجيم. اختار أي نقطة من دول، اختار النقطة الموجبة أسهل، 2 و3 2 و3، هشيل الصاد وأحط 3، هتساوي 2 في 2 ب4 زائد الجيم. ودي الأربعة الناحية التانية، يبقى ص بتساوي 3 ناقص 4 بسالب 1. يبقى المعادلة بتاعتي دي الجيم، على فكرة دي الجيم، ص بتساوي 2 س، وشيل الجيم وأحط مكانها إيه؟ سالب 1. يبقى أنا جبت المعادلة بتاعتي ص بتساوي 2 س ناقص 1، تمام؟ هو بيقول لك إن النقطة دي بتنتمي للمستقيم، طالما بتنتمي ليه يبقى بتحقق المعادلة، خلاص؟ فإحنا هنجرب هنشوفها بتحقق المعادلة ولا لأ. هنشيل الصاد ونحط مكانها 4 ك زائد الواحد، وهنشيل السين في 2 خلي بالك قبلها، ونحط 2 ك زائد الواحد ناقص الواحد. لو الطرف ده هو طلع هو نفسه الطرف ده يا باشمهندس، يبقى هي بتحقق 6 زي ما هو، يساوي 2 في 2 ك ب4 ك، 2 في 1 ب2 طبعا ناقص 1، يبقى هتساوي 4 ك، 2 ناقص 1 يبقى موجب 1. طالما الطرف اليمين يبقى يساوي الطرف الشمال، يبقى النقطة دي يا باشمهندس بتنتمي للمستقيم اللي هو عايزه منك. خلاص سهل يا باشمهندس، سهل. تعال نشوف يلا السؤال اللي بعده. رقم 22 بيقول لي ارسم الخط المستقيم في كل من الحالات الآتية: ميله بيساوي سالب نص، ويقطع جزءا من الاتجاه الموجب لمحور الصادات بيساوي وحدة واحدة، تمام؟ بص يا باشمهندس، كل اللي هتعمله هو ميله بيساوي كام؟ سالب نص. هتقوم جايب الآلة وتقوم عامل شيفت تان سالب نص عشان تطلع الزاوية، أهو شيفت تان، شيفت تان سالب 1 على الاتنين، هيطلع الزاوية بتاعتك بسالب 26 وشوية كده. احنا ما بناخدش زاوية سالبة، فهتزود عليها 180، تمام؟ يبقى الزاوية بتاعتك 153.4، يبقى الهاء بتاعتك 153.4 درجة. انت معاك الشبكة البيانية اهي، عشان انا مش هرسم لك، انت هفهمك هتعمل ايه، تمام؟ هتبدأ تحط المنقلة بتاعتك هنا، يبقى صفر للمنقلة هنا، وتبدأ تقيس زاوية 153.4، تمام؟ وتقوم عامل ايه؟ زي القوس كده. حلو قوي. بعد ما تعمل القوس، هو بيقول لك ان هو بيقطع من محور الصناط الموجب وحدة واحدة، يعني بيعدي بالنقطة واحد ده. فتبدأ يا باشمهندس القوس بتاعك هتلاقيه عامل كده، فهترسم خط بيعدي بالقوس وبيعدي بالواحد ده، هتلاقيه بقى جايب لك ازاي؟ جايب لك كده. يبقى انت كده رسمت المستقيم بتاعك، والزاوية ده هتلاقيها كام؟ 153.4. خلاص اتفقنا، دي الزاوية اللي بيصنعها مع الاتجاه الموجب لمحور السينات، والباقي اللي كله نفس الفكرة. ميله بيساوي 2، يبقى هتعمل شيفت تان 2، هيطلع لك الزاوية بتاعتك الهاء ب63.5 درجة تقريبا. طيب، ويقطع جزء من الاتجاه السالب لمحور الصادات 3 وحدات، تمام؟ مش انت عرفت الزاوية؟ حلوة أوي.
هتبدأ هنا برضو كده باشمهندس اهو، وتنزل عند الصاد السالبة 3 وحدات، وتجيب المنقلة بتاعتك وتقف وتقيس الزاوية 63.5، هتلاقيها عملت قوس كده تمام، تشوف هي قطعت فين وتبدأ توصل التقاطع ده اهو اهو كده، هيبقى الشكل ده عامل كده تمام، وهتلاقيه ما بين الواحد والاثنين عامة يعني تمام. حلو، هنشوف اللي بعده. يقطع من الجزئين الموجبين لمحوري السينات والصادات جزء طوله 2 و3. دي اعتقد مش محتاجة، دي بقى مش محتاجة نجيب الميل. ليه؟ لان هو عاطيلي هو بيقطع فين بالظبط. بيقول لك ان هو بيقطع من الجزئين الموجبين للسينات والصادات 2 و3، يبقى الاتنين ده بتاع مين؟ بتاع السينات صح؟ يبقى هاجي عند السين بتساوي 2، وبعد كده الصاد ب3، هاجي عند الصاد بتساوي كام؟ بتساوي 3 بس، ووصل خط مستقيم بيعدي ما بينهم هما الاتنين كده، ويبقى انا كده رسمت الرسمة بتاعتي خلاص تمام. رقم 23 يا باشمهندس بيقول لي ايه؟ مستقيم معادلته الكلام ده، عايز ميله وطوله الجزء المقطوع من محور الصادات وارسم هذا المستقيم. ماشي يا عم، انا هجيب لك الميل مبدئيا ده على الصورة القياسية هقدر استخدمه. ميل بيساوي، خد الرقم اللي قدام السين غير اشارته، دي سالب 2 يبقى موجب 2، اقسمه على الرقم اللي قدام الصاد اللي هو 1، يبقى الميل بيساوي 2، يبقى انا جبت لك الميل بيساوي كام؟ 2. طول الجزء المقطوع من محور الصادات، خد الرقم اللي لوحده غير اشارته، المقطوع، خد الرقم ده غير اشارته، دي سالب 3 تبقى موجب 3، اقسمه على الرقم اللي قدام الصاد اللي هو 1، يبقى بيساوي 3. يبقى انت عرفت ان هو كده بيقطع من الجزء الموجب لمحور الصادات بيساوي كام؟ 3 صح؟ تمام. هنا بقى بدل ما اقعد اجيب الميل واجيب الزاويه، لا انا هعرف اجيبه لك بطريقه سهله، عشان عرفت ان هو بيقطع من الصادات بيساوي 3 اهو، انا عاوز اشوفه بيقطع السينات في فين، فهحط الصاد بصفر، يعني اعتبر الصاد مش موجود، يبقى سالب 2 س ناقص 3 بتساوي صفر، هودي السالب 3 الناحيه الثانيه، يبقى سالب 2 س بيساوي 3، هقسم على السالب 2 يبقى س بتساوي سالب 3 على 2، يبقى هو بيقطع عند سالب 1.5. يعني ايه؟ هتقف ما بين الواحد والاتنين وترسم الخط اللي في النص، ويبقى بالنسبة لك قاطع بالشكل ده كده خلاص. هسيب انا جزء الرسم عليك، الموضوع سهل بإذن الله خلاص كده يا باشمهندس. خلصنا الجزء ده من الأسئلة، تعال نشوف اللي بعده. 24 بيقول لي من الشكل المقابل انا عايز منك ميل الخط المستقيم مي. ماشي، واحدة واحدة، عشان اجيب ميل اي خط مستقيم يا باشمهندس انا محتاج نقطتين بيعدوا بيه، وخلي يعني النقطتين يبقى ايه؟ معلومين كده. هو خلي بالك ما عدد لك، بص النقطة دي 0 و3، يبقى هو بيعدي بصفر وتلاتة، وفي نقطة تانية عامل لك عليها مثلث اهو اللي هي 4 واطلع للخمسة، يبقى بيعدي بالاربعة والخمسة. هجيب الميل بيساوي فرق الصادات 3 ناقص 5 على فرق السينات 0 ناقص 4، 3 ناقص 5 سالب 2، 0 ناقص 4 سالب 4، دي هتروح مع دي، على 2 فعل 1 على 2 فعل 2، يبقى ميله بيساوي كام؟ يبقى ميله بيساوي نص. طول الجزء المقطوع من محور الصادات اهو، ما هو قطع الصادات اهو عند التلاتة الموجبة، يبقى 3 وحدات موجبين من محور الصادات. بيقول لي انا عايز معادلة خط مستقيم بمعلومية الميل والنقطة المقطوعة. طب ما انا جبت الميل، يبقى صاد بتساوي الميل اللي هو نص س، وجبت الجيم ب3، يبقى نص س زائد 3 كده، انا قدرت اجيب المعادلة بتاعته. طول الجزء المقطوع من محور السينات، مش انا جبت المعادلة بتاعته يا باشمهندس، وانت عايز لطول الجزء المقطوع من محور السينات، يبقى حط لي الصاد بصفر، يبقى صفر بيساوي نص س زائد 3. طيب ودي 3 الناحية التانية، يبقى نص س بيساوي سالب 3، عايز اخلص من النص اضرب في مقلوبه هنا وهنا، ده هتروح مع دي ودي مع دي، يبقى س بتساوي سالب 3 في 2 بسالب 6. يبقى انا عرفت ان هو بيقطع عند النقطة سالب 6 وصفر، يبقى هو بيقطع بالنسبة لي في الجزء سالب 6، يبقى هو لو انا مديت ده اهو كده اهو هلاقي قطع عند الايه؟ السالب 6 خلاص تمام. يبقى 6 وحدات من الجزء السالب من محور السينات. بيقول لي مساحة المثلث المحدد بالخط المستقيم والجزئين المقطوعين من محور الاحداثيات، مش انا لسه جايب لك ان هو قطع بالنسبة لي 6، يبقى هو عايز مساحة المثلث ده اهو. الوحدة دي طولها دي كام؟ طولها 3، ودي سالب 6 يعني طولها كام؟ 6. يبقى مساحة المثلث نص في 3 في 6 على 2 فعل 1 على 2 فعل 3، يبقى 3 في 3 ب9، يبقى مساحته كام؟ 9 وحدة مربع خلاص. ومسألتك خلصت، هنشوف اللي بعده. رقم 25 بيقول لي الجدول المقابل يمثل علاقة خطية. تمام، عايز معادلة الخط المستقيم ده.
خلي بالك ان هو بيقول لك ص بتساوي 1 لما س بتساوي 1، ص بتساوي 3 لما س بتساوي 2. يبقى انت يعتبر معاك يا باشمهندس كده نقطتين تقدر تستخدمهم بكل وضوح. معاك اول نقطه 1 و1 وتاني نقطه 2 و3 صح؟ يبقى تقدر تجيب الميل، يبقى الميل بيساوي يلا فرق الصادات 1 ناقص 3 على فرق السينات 1 ناقص 2، 1 ناقص 3 سالب 2، 1 ناقص 2 سالب 1، ده هتروح مع دي يبقى بيساوي كام؟ 2. يبقى انا جبت الميل بيساوي 2، يبقى ص بتساوي 2 س زائد الجيم. اختار اي نقطه تعوض بيها، خد السهله دي 1 و1، هشيل الصاد واحط 1 هتساوي 2 في س اللي هي 2 في 1 ب 2 زائد الجيم، وادي الاثنين الناحيه الثانيه، يبقى الجيم بتساوي 1 ناقص 2 بسالب 1. عايزين نكتب بقى المعادله مظبوطه، يبقى ص بتساوي 2 س والجيم اللي جبناها بسالب 1، يبقى المعادله بتاعتي ص بتساوي 2 س ناقص ايه؟ 1. يقول لي عايز طول الجزء المقطوع من محور الصادات، ما معلش ما انا جبت الجيم بكام؟ سالب 1، يبقى مقطوع جزء 1 من الجزء السالب من محور الصادات، بكتبها كده بالعربي، قطعة جزء طوله 1 وحدة من الجزء السالب من محور الصادات. بعد كده بيقول لي أوجد قيمة أ، طب ما هي النقطة اسمها إيه؟ النقطة اسمها 3 وأ، يبقى هي بتحقق لي المعادلة دي، تمام؟ شيل الصاد وحط أ، هيساوي 2 في 3 في 6 ناقص الواحد، يبقى 5، يبقى الأ بيساوي كام؟ الأ بيساوي 5، يبقى كده مسألتك خلصت، خلاص؟ برضه من المسائل الجميلة، تعالى يلا نشوف السؤال اللي بعده. رقم 26 بيقول لي الشكل المقابل يمثل الخط المستقيم أ ب الذي معادلته ص بتساوي كاف س زائد الجيم، يبقى دي على الصورة القياسية عامة، تمام؟ ويقطع من محوري الإحداثيات جزئين متساويين في الطول، يبقى هو عرف إن هو الحتة دي قد الحتة دي، وبيقول لي بيمر بالنقطة 2 و3، يعني مثلا لو دي 2 ودي 3 يبقى هو بيمر بيها، يبقى دي نقطة يعني بيمر بيها، تمام؟ بيقول لي أنا عايز منك قيمة الكاف والجيم، أنا لازم أستفاد يا باشمهندس بالنسبة لي من الجزئين المتساويين دول، تمام؟ عشان أنا بالنسبة لي يا باشمهندس لو ده بيساوي ده يبقى المثلث ده متساوي الساقين، تمام؟ ما دي 90، وطالما ده بيساوي ده يبقى دي 45 ودي 45، حلو. طيب يبقى الزاوية ده هي كام؟ ما هو ده خط مستقيم، دي 45 يبقى فاضل 135، ما أنا أقدر أجيب الميل يا باشمهندس، الميل بيساوي ظا الزاوية اللي هي بيصنعها مع الاتجاه الموجب لمحور السينات، يعني إيه يا باشمهندس؟ يعني لما يبقى الخط المستقيم بتاعك مرسوم خد النقطة اللي يمين وفوق، يمين وفوق أهو، يمين وفوق، دي نقطة يمين ونقطة شمال، وفي فوق وفي تحت، لأ خد اليمين واللي فوق. يبقى ظا 35 اللي هي بسالب 1، يبقى انا عرفت اجيب ان الميل بيساوي 1 ومنها ان الكاف دي بكام؟ بسالب 1، يبقى انا اول حاجه قدرت اجيبها يا باشمهندس ان الكاف بتاعتي بكام؟ بسالب 1، تمام. بعد كده ممكن اكتب المعادله بقى ص بتساوي سالب س زائد الجيم، حلو. هو بيقول لك ان هو بيمر بالنقطه 2 و3، طب ما تيجي نعوض بيها بقى يا باشمهندس، يلا شيل الصاد وحط 3، يبقى 3 بتساوي، شيل السين وحط 2، سالب 2 زائد الجيم، ودي للناحية التانية، يبقى الجيم بتساوي 2 و3 5، يبقى المعادلة بتاعتي ص بتساوي سالب س زائد الخمسة، هي دي المعادلة الأصلية بالنسبة لي، يبقى أقول له والله قيمة الكاف بسالب 1 وقيمة الجيم بتساوي كام؟ بتساوي 5، تمام؟ تمام، حلو أوي. طيب بعد كده يا باشمهندس بيقول لي أنا عايز مساحة المثلث أ ب واو، حلو، عشان عرفت إن طول الجزء المقطوع هنا د بخمسة، ويبقى بالنسبة لي طالما دي قد دي يبقى دي برضه بخمسة، يبقى بالنسبة لي مساحة المثلث هيساوي نص في طول القاعدة اللي هي خمسة في الارتفاع اللي هو برضه خمسة، خمسة في خمسة في 25 على 2 اللي هو يطلع معايا ب 12 ونص وحدة مربع. خلاص اتفقنا؟ اهدى كده على مسألتك وحلها واحدة واحدة وبإذن الله الموضوع سهل. تمام. رقم 27 يا باشمهندس بيقول لي أ ب واو مثلث متساوي الأضلاع، حلو أوي. بيقول لي ج منتصف أ ب ماشي، أوجد معادلة واو ج. طيب مش أنا الوقت ده مثلث متساوي الأضلاع، يعني كل الأضلاع دي قد بعض، أ ب قد أ واو قد ب واو، تمام. مش أنا واو ج في النص؟ أه، يعني يعتبر واو ج ده محور تماثل، يبقى الزاوية دي بكام؟ 90. طب والزاوية اللي قصادها دي برضه ب 90، حلو يا باشمهندس. مش أنا ده متساوي الأضلاع، يعني كل الزوايا 60، يبقى دي 60 ودي 60 وده هي كلها 60، حلو أوي. طب مش أنا أقدر أجيب الزاوية دي بقى؟ هي دي اللي أنا بدور عليها يا باشمهندس، اللي هي إيه؟ اللي هي دي 60، يبقى الزاوية اللي بره دي 120، تمام.
هو عايز انت معادلة ألف باء ولا عايز معادلة مين؟ لا، بيقول لك أنا عايز معادلة واو جيم. حلو، يبقى أنا بدور يا باشمهندس على الزاوية ده اهي، اللي هي اللي تحت للصغيرة. شايف المثلث اللي هو باء جيم واو؟ أنا معايا ده 90 ودي 60، يبقى فاضل هنا كام؟ 30. وده بالنسبة لي كام؟ 30. يبقى ميل واو جيم ده اهو اهو، ما ده يعتبر اللي فوق وعلى اليمين. يبقى أنا قدرت أجيب كده الزاوية اللي بيصنعها المستقيم مع الاتجاه الموجب لمحور السينات. انت عارف لو هو كان قال لك ألف باء كنت تقول له الزاوية 120، لو قال لي واو جيم يبقى الزاوية بكام؟ ب30. يبقى أعرف أجيب ميله، يبقى ميل واو جيم هيساوي ظا الزاوية اللي هي ظا 30 بيساوي كام؟ ظا 30 بواحد على جذر 3 تقريبا، تان 30، جذر 3 على 3 اللي هي 1 على جذر 3. يبقى أنا كده يا باشمهندس قدرت أجيب الميل. تمام، بعد ما اجيب الميل انا محتاج نقطة يا باشمهندس عشان اعوض بيها. ما المعادلة اصبحت ايه؟ صب تساوي 1 على جذر 3 س زائد الجيم. حلو، انا محتاج نقطة اعوض بيها. على فكرة انت مش واخد بالك ان اسهل نقطة بالنسبة لك هي ايه؟ واو ده اهي. مش هو معدي بواو اللي هي نقطة الاصل، معدي بالنقطة صفر وصفر. مش احنا قلنا اول ما يكون معدي بالنقطة صفر وصفر جيم ديت مش موجودة، اول ما يقول لك صفر وصفر يبقى الجيم مش موجوده، يبقى المعادله بتاعتي ص بتساوي 1 على جذر 3 س. يبقى هي اللعبه كلها ان انت تعرف تجيب الزاويه بتاعتك. اتفقنا؟ اتفقنا. يبقى انت بالراحه كده دور على المستقيم اللي هو عايزه وشوف الزاويه اللي على اليمين فوق. اتفقنا؟ اتفقنا. تعالى يلا نشوف مجموعه الاسئله اللي بعد كده. انا عشان يا باشمهندس بيقول لي في الشكل المقابل ألف بكذا وواو بكذا وباء بكذا ودال بكذا هي رؤوس معين اعتمد بقى، عشان هو يعتمد يا باشمهندس على الافكار. بيقول لي انا عاوز احداث النقطه د. تمام، مش انا بالنسبه لي المعين كل اضلاعه قد بعض؟ ايوه يا باشمهندس. تمام، طيب ايه تاني؟ انا عارف ان القطرين بتوعه متعامدين. تمام، طيب انا عشان الوقت يا باشمهندس اجيب النقطه د دي هعمل ايه؟ تعال نشوف. انا بالنسبه لي دلوقتي ركز بقى معايا، انا عارف ان النقطه واو اللي هي نقطه الاصل دي صفر وصفر، صح؟ تمام، انا مش عارف ان القطرين بتوع المعين بيتقطعوا في نقطة واحدة. ايوه، يبقى انا بالنسبة لي لو وصلت مثلا الالف باء ده وجبت نقطة المنتصف هي نفسها نقطة المنتصف بتاعة الواو والدال، انت زي الفل. طيب ما تيجي يلا باشمهندس هات لي نقطة المنتصف بتاعة الالف والباء، اكتب له بقى منتصف الف باء. يلا اجمع لي الالف والباء جاهزين اهم، اجمع السينات 2 و6 يبقى 8، يبقى 8 على 2. وهات لي نقطة المنتصف بتاعة الألف وباء برضه 6 و2 أنا جمعت إيه؟ 2 و6 8، و6 و2 كمان 8، يبقى 8 على 2 يبقى هيساوي 4 و4. يبقى أنا عرفت إن النقطة اللي في النص دي بالنسبة لي يا باشمهندس 4 و4. طب ما هي النقطة دي برضه هي منتصف الدال، مش هو عطي لي النقطة اللي في النص؟ اضرب لي النقطة اللي في النص دي في 2، يبقى 2 في 4 و4 هتساوي 8 و8. ونقصها لي من النقطة اللي احنا عارفينها، يبقى 8 و8 ناقص 0 و0 تطلع معايا 8 و8، صح يا باشمهندس؟ يبقى أنا عرفت الدال على طول بكام؟ ب 8 و8. القوانين دي كلها أنا علمتها لك في درس المنتصف. حلو، أنا كده دلوقتي بقيت عارف الأربع رؤوس بتوع المعين وجبت له النقطة دال بكام؟ ب 8 و8. حلو، بيقول لي أنا عايز معادلة واو دال. واو دال ماشي، عشان انا بالنسبة لي واو دال ده بيمر بنقطة الأصل يبقى الجيم مش موجودة، ده مبدئيا. تمام، طب ما أنا عارف نقطتين عليه يبقى أعرف أجيب الميل يا باشمهندس، صح؟ تمام، يبقى الميل بيساوي يلا فرق الصادات 8 ناقص 0 على فرق السينات برضه 8 ناقص 0 اللي هي 8 على 8 فيها الواحد، يبقى الميل بيساوي 1. وقلنا الجيم بتساوي 0 طالما بيمر بنقطة الأصل، ما هي المعادلة بتساوي ص بتساوي م س. طب ما أنا جبت الميم بواحد يبقى المعادلة بتاعتي ص بتساوي إيه؟ ص بتساوي س، هي دي المعادلة بتاعتي. خلاص كده جبت ان ص بيساوي س. بيقول لي انا عايز قياس زاوية د واو، د واو ايه؟ د واو ها اللي هي الزاوية اللي بره ده اهي، شايفها؟ طب انا عشان اجيب لك زاوية د واو ها، لا ده انا اعرف اجيب لك الزاوية ده اهي وبعد كده هطرح من 180 الزاوية دي اديني دي. طب مش انا جبت الميل؟ طب ما انا اعرف اجيب الزاوية، يبقى هيساوي ايه؟ شيفت تان الواحد الميل اللي انا جبته ب 45، يبقى انا عرفت ان الزاويه دي 45، يبقى الزاويه دي كام؟ 180 ناقص 45 بيساوي 135 درجه. خلاص؟ خلي بالك المسائل اللي هي الرسومات دي من اجمل المسائل اللي هتقابلك في الدرس. تمام؟
السؤال اللي بعده بيقول لي اذا كان لام واحد عمودي على لام اتنين. اول ما يقول لك عمودي اي حاجه تيجي في دماغك ان الميلين هيبقوا بسالب واحد، حصل ضرب الميلين. اهو جاب لك ان معادله لام واحد بكذا. طب تعالى نجيب ميل لام واحد، خد الرقم اللي قدام السين غير اشارته بسالب اتنين، واقسمه على الرقم اللي قدام الصاد سالب واحد، ده هيطير مع ده، اتنين على الواحد فيها الكام؟ فيها الاتنين. يبقى انا جبت ان الميل ده بيساوي اتنين، مش هو لام اتنين عمودي عليه؟ تمام، يبقى شقلب الاتنين، ما الاتنين دي اتنين على واحد تبقى نص، غير اشارتها هي موجب تبقى سالب. يبقى انا كده قدرت اوصل يا باشمهندس ان لام اتنين ميله بكام؟ بسالب واحد على الاتنين. حلو قوي يا باشمهندس. تمام، بعد كده هعمل ايه؟ هو عايز معادلة لام اتنين، انا جبت الميل بتاعه ده نص الحل، عايز نقطة بتعدي بيه. تعالى كده نشوف، هو الوقت يا باشمهندس اهو يا اما بيعدي بألف يا اما بيعدي بجيم. تمام، يبقى انا عايز نقطة من الاتنين. طب اجيبها ازاي يا باشمهندس؟ ما تصبر عليا، مش انا معايا معادلة خط مستقيم؟ ايوه، مش انا اعرف اجيب طول الجزء المقطوع منه؟ ايوه، طب ما تجيبه عشان تعرف الالف. حلو قوي يا باشمهندس، تعالى نشوف معادلة الخط المستقيم. عشان اجيب طول الجزء المقطوع باخد الحد المطلق اللي هو ما فيهوش س وص، اغير اشارته، يبقى المقطوع بيساوي موجب اتنين خليها سالب اتنين، واقسم لي على العدد اللي قدام الصاد برضه اللي هو سالب واحد، ده هيطير مع ده بيساوي اتنين. يبقى بالنسبة لي الألف ده اهي صفر واتنين، يبقى أنا عرفت النقطة ألف بتساوي كام؟ صفر واتنين. مش معاك ميل ومعاك نقطة وأنت تعرف تجيب المعادلة، هقول له والله صاد بتساوي ميم سين زائد الجيم. أنا جبت الميل بسالب نص، يبقى صاد بتساوي سالب نص سين زائد الجيم. معايا نقطة بتعدي بيه، ما هي نفس النقطة بتعدي بالاتنين اللي هي صفر والاتنين. طبعا السين بصفر فهتطير لي دي، يبقى الاتنين بتساوي الجيم، يبقى انا عرفت ان جيم بتساوي اتنين، يبقى معادلته ص بتساوي سالب نص س، والجيم عرفتها باتنين يبقى زائد اتنين، يبقى المعادله بتاعتي سالب نص س زائد اتنين. خلاص، ويبقى انت كده مسالتك خلصت. خلاص، مسائل الرسومات من المسائل الجميله جدا، عايزك تركز عليها لانها مهمه. خلاص، تعالى يلا نشوف الجزء اللي بعده. دلوقتي يا باشمهندس بيقول لي ا ب يقطع محور الصادات في النقطه 0 و8، يبقى النقطه دي 0 و8، ويقطع محور السينات في النقطة ب، ماشي. بيقول لي ظا الزاوية أ ب واو، خلي بالك بيقول لك أ ب واو ده اهي، على فكرة دي مش اللي أنت عايزها، أنا بقول لك يمين وفوق ده هي اللي أنت عايزها. يبقى هنجيب دي وبعدين نقول 180 ناقص دي، يبقى أنت كتر خيرك، تعالى نجيب الزاوية. بيقول لي نزلها بأربعة على تلاتة، تمام؟ فأقول له شيفت تان أربعة على تلاتة. طلعت معايا الزاوية دي بكام؟ بتلاتة وخمسين وسبع درجات وثمانية، وهي على الآلة كده قول لي 180 لأن دي مش عايزها، ناقص الأنصر الزاوية الرضاعية أهي، هي دي اللي أنا عايزها يا باشمهندس، 126 و52 وبالنسبة لي 11 درجة. تمام تمام طيب، يبقى أنا كده جبت يا باشمهندس الزاوية دي، ماشي، اللي هي 126 و52 وقول 12، دي دقيقة دي كده درجة ودي كده ايه ثواني. تمام، بيقول لي انا عايز منك قياس زاوية ب الف واو، ده عايز قياس الزاوية اللي فوق، يبقى كنا لازم نحتفظ بدي، مفيش مشكلة، هعمل شيفت تان اربعة على تلاتة، يبقى دي بالنسبة لي 59. تمام، هقول بقى 90 ناقص دي، ليه؟ لان الاتنين دول مع بعض مجموعهم 90، لان دي ب90 بيساوي، هي طلعت معايا ب36 52 و12، يبقى الزاوية ده اهي 36 درجة 52 دقيقة و 12 ثانية، يبقى أنا كده جبت له قياس الزاوية دي. بعد كده بيقول لي أنا عايز إحداثي النقطة ب، ده هي يا باشمهندس، تمام، مش أنا لسه جايب لك الزاوية ده اهي. تمام، طيب أنا دلوقتي يا باشمهندس طالما عرفت المثلث ده أهو، مش أنا المثلث ده قائم؟ أيوه، وبالنسبة لي دي كده ب8. تمام، طيب بعد كده يا باشمهندس هعمل إيه؟ هنفرض إن النقطة ب دي مثلا بأي عدد، مثلا أ وصفر، تمام، وانا عرفت الميل دلوقتي، تمام، مش انا محتاج نقطة بتعدي بالمستقيم وانا عرفت الميل بتاعه؟ ايوه يا باشمهندس. طب ما انا اقدر كده اجيب ايه؟ اجيب المعادلة بتاعتي. خلاص تمام، يبقى انا يا باشمهندس لو فرضت النقطة بقى دي بأي عدد س وصفر، هقول له بقى فرق السينات على فرق الصادات هيديلي الميل بتاعي اللي هو 4 على 3. كده فرضنا النقطة دي س وصفر عشان نقدر نتعامل مع دول، تمام؟ يبقى بالنسبة لي يا باشمهندس بقى ركز معايا، هيبقى بالنسبة لي الميل اللي هو 8 على السين اللي هو بالنسبة لي النقطة دي 8 على السين هيساوي نفس الميل ده، مش هو عاطل الظهر اللي هو مقابل على مجاور؟ ايوه يا باشمهندس، يبقى انا بالنسبة لي 8 على السين هتساوي نفس الميل ده، يبقى 8 على السين
هتساوي نفس ميل الخط المستقيم اللي هو الظا، لانه عاطل الظا، 4 على 3، يبقى بالنسبه لي 4 على 3. تمام. طبعا هنضرب وسطين في طرفين، يبقى س بتساوي 3 في 8 ب24 على 4 بيساوي 6. وتعالى بقى اقول لك طريقه سهله يا باشمهندس. انت بتقول لي ان ظا زاويه ا ب واو ب4 على 3، فاقول له والله 4 على 3 هيساوي المقابل اللي هو 8 على س. تمام. انت كده عرفت ان الس بكام؟ على طول الس ب6. ليه؟ طالما الاربعه بقت 8 يعني اتضربت في 2، ودي 3 بقت 6 يبقى اتضربت في 2، يبقى انا عرفت ان النقطه بقى دي عباره عن ايه؟ 6 و0. يبقى انا جبت احداث النقطه ب 6 و0. حلو قوي يا باشمهندس. تمام. بيقول لي انا عايز منك ميل ا ب، ميل ا ب ده اهو. طب مش انا جبت الزاويه يا باشمهندس؟ اه. طالما جبت الزاويه اللي بره ديت يبقى انا اقدر اجيب ميل، وهعمل ايه؟ هعمل تان واكتب الزاويه اللي هي 126.52، بعد كده 12، واقفل القوس واضغط يساوي. طلعت معايا بسالب 1 و3 اللي هي تقريبا سالب 1 و3 دي اللي هي سالب 4 على 3. ليه يا باشمهندس سالب 4 على 3 بالنسبه لي؟ لان ده 4 على 3 وانا عايز الزاويه اللي بره. دول خلي بالك ان هما متكاملتين، المفروض الكلام ده مش عليك يعني، فبتبقى دي السالب بتاعها ده. ولكن سالب 1 و3، تعالى نكتب كده سالب 4 على 3 عشان تبقى فاهم، واضغط اس دي اهي، سالب 1.3 زي ما طلعت لنا بالظبط. خلاص اتفقنا. تمام. يبقى انا كده جبت ميل ا ب بيساوي كام؟ سالب 4 على 3. خلاص. او انا بالنسبه لي هقول ان هو عمودي، فهبدل والموضوع سهل. بعد كده بيقول لي معادله المستقيم المر بالنقطه واو عمودي على ا ب. تمام. طالما عمودي على ا ب، انا جبت ميل ا ب بكام؟ بسالب 4 على 3، يبقى اجيب ميل العمودي. هشقلب السالب 4 على 3 تبقى بالنسبه لي 3 على 4، كده انا جبت ايه؟ العمودي. وبيقول لي مر بالنقطه واو. طب ما هي المعادله بالنسبه لي ص بتساوي م س زائد الجيم. طالما بالنقطه واو يبقى الجيم كانها مش موجوده، يبقى الجيم بصفر، يبقى المعادله بتاعتي ص، واشيل الميم واحط 3 على 4 س، يبقى المعادله بتاعتي ص بتساوي 3 على 4. اتفقنا؟ برضو من المسائل الحلوه واللي فكرتها جميل. خلاص كده خلصنا الجزء ده، تعال نشوف اللي بعده. رقم 31 بيقول لي في الشكل المقابل النقطه ج منتصف ا ب. تمام. واعطيلي ج اللي هي ب4 و3. ماشي. بيقول لي انا عايز احداث كل من واو، واو ده واو نقطه الاصل يا باشمهندس، 0 و0، ده التفاعلي. تمام. بعد كده بيقول لي عايز الالف، طبعا هي على محور السينات فهنفرضها س وصفر، والواو باء الباء دي على محور الصادات فهنفرضها 0 وص. ماشي. طيب مش انا دلوقتي يا باشمهندس معايا نقطه المنتصف بالنسبه لي، تمام، ومعايا الالف ومعايا الباء، يبقى انا لو عوضت بقانون المنتصف هطلع السين واطلع الصاد. تمام. ما هو المنتصف مجموع السينات، يبقى س زائد 0 على 2 يبقى س على 2، ومجموع الصادات 0 وص يبقى ص على 2. المفروض الكلام ده يساوي نقطه المنتصف اللي هي 4 و3. يبقى الاول بيساوي الاول، يبقى س على 2 بيساوي 4، اضرب وسطين في طرفين يبقى س 2 في 4 ب 8. وعندي ان ص على 2 هتساوي 3، اضرب وسطين في طرفين ص في 1 بص هيساوي 2 في 3 ب 6. يبقى انا عرفت ان النقطه ده اسمها 8 و0، والنقطه دي اسمها 0 و6، يبقى ده هي طولها 8 وحدات ودي طولها 6 وحدات، عشان تبقى عارف. ماشي. حلوه قوي يا باشمهندس. تمام. بعد كده عايز مني ايه؟ جبت واو ألف، بيقول لي احسب طول واو ألف. واو ألف ما هو 8، ما أنا جبته لك. واو باء ب6، جيم ألف، جيم فين ألف؟ جيم ألف. طيب مش أنا معايا المثلث ده هو قائم أهو 8 و6، فاكر فيثاغورس اللي كنا بنستخدمه في حساب المثلثات؟ أوعى تقول لي ناس. يبقى أنت تقدر تجيب باء جيم، هيبقى إزاي؟ باء جيم هيساوي جذر ضلع ولا وتر؟ وتر، يبقى تربع لي الاتنين، 6 تربيع زائد 8 تربيع، هيطلع جذر 100 هيساوي 10. يبقى انا عرفت ان باء س ده كله او باء الف 10، يبقى نصه كام؟ 5، يبقى دي 5 ودي 5. طب انت عايز جيم الف؟ ب5، عايز جيم باء؟ ب5، عايز جيم واو؟ جيم واو، بص ده اهو، لو انا وصلت جيم واو تاني اعدادي المتوسط الخارج من راس القائمه بيساوي نص الوتر، يبقى جيم واو برضه ب5، لان الوتر كله ب10، يبقى بالنسبة لي بيساوي كام؟ بيساوي 5. خلاص كل الكلام ده يا باشمهندس المفروض ان انت تبقى عارف. تمام. بعد كده بيقول لي انا عايز ميل كل من ا ب، عايز ميل ا ب ده اهو. طيب انا دلوقتي يا باشمهندس هجيب ميل ا ب ازاي؟ مش انا عارف نقطتين عليه؟
أيوة، التمانية والصفر والصفر وستة هيجيب المية. فرق الصادات 6 ناقص 0 ب6، على فرق السينات 0 ناقص 8 بسالب 8، على الاتنين في التلاتة، على الاتنين في الأربعة يبقى سالب 3 على 4. يبقى أول واحد بالنسبة لي اللي هو ميل الألف باء بكام؟ بسالب 3 على 4. بيقول أنا عايز منك ميل الواو جيم، ميل الواو جيم ده بالنسبة لي كده مستقيم بيعدي بنقطة الأصل، وأنا عارف الجيم وعارف الواو فأقدر أجيب ميله، يبقى ميله بيساوي فرق الصادات 3 ناقص 0 ب3، على فرق السينات 4 على 3 يبقى 3 على 4. خلاص، فرق الصادات 3 ناقص 0، فرق السينات يبقى 3 على 4. تمام، يبقى ده 3 على 4. بيقول لك أنا عايز واو ألف، واو ألف. تمام، هجيب من واو ألف؟ ما أنا عارف يا باشمهندس إن ميل واو ألف ده هو لازم يساوي صفر. ليه؟ لأن واو ألف ده محور السينات، ومحور السينات ميله بيساوي صفر. عايز منك ميل واو باء، ما واو باء ده محور الصادات، ومحور الصادات ميله ماله؟ غير معرف. ماشي، بعد كده بيقول لك أنا عايز معادلة كل من الألف باء والجيم واو، وإحنا جبنا الألف باء ميله بكام؟ سالب 3 على 4، والجيم واو بالمرة جبنا ميله بكام؟ الجيم واو والواو جيم أهو ب3 على 4. ماشي، طب ما خلاص، ما هي ص هتساوي سالب 3 على 4 س زائد الجيم. هختار أي نقطة، مش عايز، أنت عايز الألف باء، هاخد أي نقطة، هاخد الصفر وستة أعوض بيها. لما السين بصفر ده هتطير، يبقى الستة بتساوي الجيم، يبقى الجيم بستة، يبقى المعادلة ص بتساوي سالب 3 على 4 س زائد الستة. كده أنا جبت معادلة مين؟ معادلة الألف باء. خلاص يا باشمهندس؟ تمام، تعال نجيب معادلة الجيم واو بنفس الطريقة، ص هتساوي 3 على 4 س زائد الجيم. طيب الجيم واو بيعدي بنقطة الأصل، يبقى الجيم كأنها مش موجودة، يبقى المعادلة بتاعتي بتساوي ص 3 على 4 س. ده كده معادلة مين؟ الجيم واو. يبقى أنت كده مسألتك خلصت. خلاص، من المسألة الجميلة برضه واللي فيها أفكار كتير. تمام، رقم 32 يا باشمهندس بيقول لي المستقيم أ ب بيمر بالنقطتين دول 3 و1 و4 و3، بقدر أجيب معادلته ويقطع محوري الإحداثيات في أ وباء، عايز طول أ واو وواو باء، وحيث واو نقطة الأصل. دي أسهل مسألة فيهم. أنا هجيب الميل يا باشمهندس عبارة عن فرق الصادات على فرق السينات، 1 ناقص 3 على 3 ناقص 4. 1 ناقص 3 سالب 2، 3 ناقص 4 بكام؟ سالب 1. ده يروح مع ده يبقى بيساوي كام؟ 2. يبقى المعادلة بتاعتي ص بتساوي 2 س زائد الجيم. اختار أي نقطة، تعال نختار التلاتة والواحد، هشيل الصاد وأحط 1، هتساوي 2 في 3 ب6 زائد الجيم، ودي الستة الناحية التانية، يبقى ص بتساوي 1 ناقص 6 اللي هي سالب 5. الجيم مش عارف أنا بكتبها دايما ص ليه، يبقى الجيم بسالب 5. اكتب بقى المعادلة مظبوطة، يبقى ص بتساوي 2 س ناقص 5. صح كده يا باشمهندس؟ تمام، يبقى انا كده يا باشمهندس قدرت اجيب الجيم بتاعتي. تمام، بعد كده يا باشمهندس هعمل ايه؟ ركز معايا، هو بيقول لك انا عايز طول الالف واو. الالف واو ده لو لاحظت على محور السينات، يعني الصاد بصفر، فشيل الصاد، يبقى الاتنين س ناقص الخمسه بيساوي صفر، ودي الخمسه الناحيه التانيه، يبقى 2 س بيساوي 5، اقسم على الاتنين، يبقى س بتساوي 5 على 2. يبقى بالنسبة لي طول الواو ألف ده 5 على 2 طبعا، اللي هو كام؟ 2.5. يبقى أنا جبت طوله بكام؟ ب2.5. عايز طول الواو باء، الواو باء دي موجودة على محور الصادات، يعني حط السين بصفر، يبقى الصاد بتساوي سالب 5. يبقى النقطة اللي هي باء دي عبارة عن صفر وسالب 5. طب وأنت عايز طول الواو باء، يبقى 5، مفيش طول بالسالب، لازم تاخد الطول بإيه؟ بالموجب. خلاص كده خلصنا الجزء ده من الأسئلة، تعال نشوف اللي بعده. 33 بيقول لي واو هي نقطة الأصل أ وباء ودال ينتمي لمحور السينات، وميل الخط المستقيم ب ج بجذر 3، ومعادلة الخط المستقيم أ ج هي س ناقص ص. ماشي، الأ ج بس كده عشان نبقى عارفينه، معادلته س ناقص الص بتساوي 3. طبعا ده أقدر أجيب الميل وأقدر أجيب الجزء المقطوع من محور إيه؟ السينات. تمام، هو عايز الميل، هاخد المعامل الميل بيساوي سالب معامل س، خد السين غير اشارته، ده 1 يبقى سالب 1، على قدام الصاد سالب 1، سالب 1 على سالب 1 فهي 1، يبقى الميل بتاعه بيساوي كام؟ الميل بيساوي 1. طيب تعالى نظبط المعادله، يبقى س ناقص الصاد ودي الثلاثه الناحيه الثانيه، يبقى سالب 3 بتساوي صفر. انا عايز طول الجزء المقطوع، خد العدد اللي لوحده سالب 3 غير اشارته يبقى موجب 3، واقسمه على قدام الصاد يبقى سالب 1، يبقى سالب 3، يبقى هو بيقطع من الصادات السالب 3 وحدات، يعني النقطة ه ده يا باشمهندس ه
هتبقى بالنسبة لي صفر وسالب 3. طب هو بيقول لك انا عايز طول واو هاء يبقى 3، هو ما فيش طول بالسالب وجبنا الميل بيساوي 1. بعد كده بيقول لك انا عايز قياس زاوية ج ب د. طيب تاني ج ب د، خلي بالك ان ج ب د دي اللي هي الزاوية بتاعة الخط المستقيم ب ج. طب ما هو بيقول لك ان ميله بجذر 3، يبقى انا هعمل ايه يا باشمهندس؟ هعمل شيفت تان جذر 3 يطلع لي الزاوية على طول، يبقى الزاوية بكام؟ ب60. يبقى الزاوية ده ب 60 درجة، تمام؟ يبقى أنا جبت دي ب60. بيقول لي عايز قياس زاوية ج أ د، ج أ د. طب ما أنا جبت ميل المستقيم بتاع الألف ج، فهعمل شيفت تان 1، أنا جبت ميله بواحد، يبقى الزاوية ده بكام؟ ب45. حلو. بعد كده بيقول لي أنا عايز بقى منك قياس زاوية أ ج ب. بص عشان المثلث بس اتلخبط في الرسم، هو بص هعمل كده اهو بالظبط، تمام اهو. انا جبت دي ب45 وجبت الزاويه دي ب60، انا اقدر اجيب اللي جنبها دي بكام؟ ب120. اصبح المثلث ده في زاويتين معروفين، يبقى اقول 180 ناقص 120 زائد ال45 اللي هي 165، هيفضل 15. يبقى قياس زاويه ا ج ب دي بكام؟ ب15 درجه. بس كده بس كده، ومسألتك خلصت، تمام. حلو قوي يا باشمهندس، تعالى يلا نشوف اللي بعده. رقم 34 يا باشمهندس بيقول لي أ ب ج ده المربع د تنتمي للمستقيم لام، ونقطة اللي هي ج دي 5 و2، عايز معادلة المستقيم لام، تمام. عشان النقطة دي 5 و2، أيوة، يبقى بالنسبة للصاد بتاعتها ده 2، يعني د ده أنا عرفت إن الصاد بتاعها بكام يا باشمهندس؟ ب2، خلي بالك، يبقى د ده حاجة و2، يعني رقم و2، ماشي. خليها دلوقتي، تمام. طيب مش انا عارف ان اضلاع المربع كلها قد بعض، تمام. يبقى بالنسبه لي الطول ده اهو، الطول ده هو الصاد، يعني النقطه دي طوله 2 وده طوله 2 وده طوله 2 وده طوله 2، صح يا باشمهندس؟ زي الفل، تمام. طب بعد كده يا باشمهندس، طيب انا عايز والله يا باشمهندس اي حاجه تدلني ان انا اجيب اي نقطه بالنسبه لي، تمام. طيب هعمل ايه يا باشمهندس؟ ركز معايا، انا عايز اجيب طول واو الف ده، يعني عايز اعرف المسافة ده هي كام. طيب مش المسافة دي عبارة عن الواو باء كلها ناقص الالف باء اللي هي ب2؟ ايوه يا باشمهندس، تمام. طب ما تيجي يا باشمهندس، مش انا عارف ان السين ده ب5، يعني النقطة باء ده هي الاحداثي السين بتاعها ب5 و0، زي الفل يا باشمهندس. طب مش الحتة دي 2؟ ايوه، يبقى هشيل 2 من السين، يبقى الالف ده بكام؟ ب3 و0. حلوة يا باشمهندس. طب ما يبقى الحتة دي كلها 3 بس. يبقى انت عرفت تجيب يا باشمهندس دلوقتي ان واو ا ده بكام؟ ب3. مش انا بالنسبه لي دي طولها 2، تمام. يبقى النقطه د ده اسمها ايه يا باشمهندس بقى؟ يبقى اسمها 3 و2. يبقى انا كده قدرت اوصل للنقطه د بالنسبه لي، تمام. هو بيقول لي انا عايز معادله المستقيم ل. طب ما هو لام ده بيعد بنقطه الاصل اللي هي 0 و0، ومعايا نقطه كمان خلاص اللي انا عرفتها اللي هي 3 و2، هقدر يا باشمهندس اجيب معادلته بكل سهوله. الميل بيساوي يلا فرق الصادات، يبقى 2 ناقص الصفر على فرق السينات 3 ناقص الصفر، يبقى ب2 على 3. يبقى المعادله بتاعتي ص بتساوي م س زائد الجيم، بتعدي بنقطه الاصل 0 و0، الجيم ملهاش لازمه، يبقى الص بتساوي مع الميل ب2 على 3، يبقى المعادله بتاعتي ص بتساوي 2 على 3 س. خلاص، يا رب تكون فهمتها. مسألة سهلة على فكرة، ولكن محتاجة تركيز بسيط جدا جدا. رقم 35 بيقول لي في الشكل المقابل، برضو الشكل اللي بالنسبة لي ده مربع، وبيقول لي ان واو أ قد أ باء، عايز معادلة واو ج. أول حاجة أنا عارف إن هو بيعدي بنقطة الأصل، فأنا محتاج نقطة تانية، وأكيد النقطة زي ما أنت شايف هتبقى النقطة مين؟ النقطة ج، تمام. هو بيقول لك إن أ واو قد أ باء، طب ما هي أضلاع المربع معلش يا باشمهندس كلها قد بعض، يعني الأربعة دول كلهم قد بعض، تمام. طيب بعد كده يا باشمهندس أعمل إيه؟ مش أنا بالنسبة لي إن محور السينات الباء جيم ده يعتبر عمودي عليه؟ أيوه، يعني الزاوية ده بكام؟ 90، ماشي. طب ما أنا عارف يا باشمهندس إن زاوية المربع كده كده ب90، يبقى اللي جنبها 90، زي الفل، تمام. أنا عايز بس أوصل لأي زاوية. أنا الوقت بالنسبة لي المثلث اللي هو باء جيم واو ده يعتبر مثلث قائم، تمام. يبقى انا اعرف اجيب ظل الزاويه ده. ايه ظل الزاويه دي؟ انا لو سميت طول ضلع المربع ده س ودي س، تبقى دي برضه س وتبقى برضه س ودي س، حلو. الزاويه مقابل اللي هو السين،
على المجاور. خلي بالك انا شغال في المثلث اللي هو واو باء جيم، المجاور اللي هو ده اللي هو ده هو كله سين وسين، يبقى 2 سين، السين هتروح مع السين يبقى يفضل لي 1 على 2. يبقى انا عرفت ان ظل الزاوية ده هو بيساوي كام؟ بيساوي نص. طب ما هو الزاوية دي الظب بتاعها هو الميل، يبقى انا عرفت ان الميل بيساوي كام؟ الميل بيساوي نص. حلوة يا باشمهندس، مش هو بيعدي بنقطة الأصل، يبقى الجيم ملهاش لازمة، يبقى الصب بتساوي نص سين، ويبقى أنا كده قدرت أجيب المعادلة بتاعته. خلاص أنا عشان كده بحلها لك بالراحة عشان تبقى فاهم. تمام. تعالى يلا نشوف السؤال اللي بعده. دلوقتي هنا يا باشمهندس بيقول لي لام واحد ولام اتنين مستقيمان متوازيين، ماشي تمام. لام واحد يصنع مع الاتجاه الموجب لمحور السينات زاوية قياسها 45 ويمر بنقطة الأصل، أنا أعرف أجيب معادلة لام واحد ده في ثانية. طيب أ تنتمي لام اتنين والألف بكذا، تمام يبقى أ تعالى نكتب عليها كده 1 و5، ماشي. لام اتنين يقطع محور الصادات، ماشي ما هو باين، عايز معادلة مستقيم لام واحد. بالنسبة لي لام واحد ده سهل جدا، أنا معايا ميله لأن دي 45، يبقى الميل بيساوي ظرف 45 بيساوي 1، ومعايا يا باشمهندس إن هو بيعدي بنقطة الأصل، يبقى بالنسبة لي ص بتساوي م س زائد الج. طالما بيعدي بنقطة الأصل اللي هي 0 و0 يبقى الج ملهاش لازمة، أقول لها شكرا. يبقى الصب بتساوي، انا جبت الميم بواحد يبقى الصب بتساوي س، يبقى انا جبت معادله اول واحد بالنسبه لي ان صب بتساوي ايه؟ صب بتساوي س. طب انت قلت لي ان لام واحد ولام اتنين مستقيمين مالهم؟ متوازيين. يبقى ميل لام اتنين نفس الميل ده اهو، يعني الميل بتاع لام اتنين برضه بيساوي 1، تمام. يبقى المعادله بتاعتي صب بتساوي م س زائد الج، يبقى الصب بتساوي س زائد الج. طب ما انا معايا نقطة بتعدي بلام اتنين اللي هي 1 و5، اعوض بيها، تمام. شيل الصاد وحط 5 هتساوي، شيل السين وحط 1 زائد الجيم ودي الواحد الناحية التانية، يبقى الجيم بتساوي 5 ناقص 1 بيساوي 4، يبقى المعادلة بتاعتي ص بتساوي س والجيم بكام؟ ب4، يبقى ص بتساوي س زائد 4. انا كده قدرت اجيب معادلة الخط المستقيم لام اتنين. بعد كده بيقول لي انا عايز منك طول ا ب، هو ده بقى الفكرة كلها، تمام. انا بالنسبه لي عارف الف صح، لو عرفت اجيب الباء ده يعني كاحداثي بقانون البعد اعرف اجيب الطول يا باشمهندس، تمام. طيب انا مش انا بالنسبه لي النقطه باء دي بتنتمي للمستقيم لام واحد؟ ايوه. طيب مش هي بالنسبه لي معادله المستقيم لام واحد ايه؟ ص بتساوي س، تمام. طيب مش انا معايا الميل بتاع اللام واحد؟ ايوه. مش انت شايف ان ده هو عمود عليه اللي هو المستقيم ده؟ ايوه. طب ما انا اعرف اجيب معادله المستقيم اللي هو الف باء ازاي؟ ميله بيساوي العمود على ده، ما ده بواحد يبقى ميل العمودي بسالب 1، يبقى انا جبت ميله، وانا معايا نقطه بتعدي بيه اللي هي 1 و5، يبقى انا بالنسبه لي يا باشمهندس اعرف اجيب معادلته. حلو. يبقى بالنسبه لي ص بتساوي م س زائد الجيم، هشيل الميم واحط سالب 1 يبقى الص بتساوي سالب س زائد الجيم، واعوض بالنقطه 1 و5، هشيل الصاد واحط 5 هتساوي سالب 1 زائد الجيم وادي السالب 1 الناحيه الثانيه، يبقى الجيم بتساوي 5 و1 بيساوي 6، يبقى معادلته عبارة عن ص بتساوي سالب س زائد 6. ده معادلة مين؟ ده معادلة أ ب، ص بتساوي سالب س زائد 6، صح كده يا باشمهندس؟ تمام. طيب أنا هستفيد بيها إيه؟ معلش يا باشمهندس، أنا هستفيد بيها إن أنا أقدر أجيب أي نقطة عليه، ما هي الباء دي بتنتمي عليه، صح؟ تمام. طيب والباء دي بالنسبة لي كده معادلة الخط المستقيم ده أنا قدرت أجيبه، تمام. هعمل إيه بعد كده يا باشمهندس؟ ركز معايا بقى عشان الخطوة دي بالنسبة لنا هي اللي هتحل المسألة. هقول والله الباء دي أنا هفرضها كإحداثي س وص، ماشي. يلا لما أجي أجيب الميل هقول فرق الصادات، يعني ص ناقص 5 على فرق السينات اللي هو س ناقص 1 هيساوي الميل بتاعه اللي إحنا جبناه بكام؟ بسالب 1، تمام. اضرب بقى وسطين في طرفين يبقى ص ناقص 5 هيساوي سالب 1 في س بسالب س، سالب 1 في سالب 1 بموجب 1. حلو. طيب ماشي إيه هنعمل ايه بعد كده يا باشمهندس؟ انا عارف ان الخط المستقيم ده بالنسبه لي معادلته ان ص بتساوي س، صح يا باشمهندس؟ يعني انا ممكن اشيل الس دي واحط مكانها ص، يبقى ص ناقص 5 بتساوي سالب ص زائد 1 ودي السالب ص، يبقى ص وص 2 ص، ودي السالب 5 يبقى 5 و1 بيساوي 6، يبقى ص بتساوي 3. طالما جبت ص بتساوي 3 يبقى النقطة دي برضو 3 و3، يبقى أنا بالنسبة لي النقطة بقى دي عبارة عن إيه؟ 3 و3. ولو جيت عوضت في المعادلة دي هتطلع لك صح، حط الص ب3 يبقى سالب س اللي هي سالب 3 زائد 6 تديك 3 برضو، يبقى النقطة بقت كده أنت متأكد 1000000% إن هي صح، مش أنت معاك أ ومعاك باء، استخدم قانون البعد، يبقى جذر مربع فرق السينات يبقى 1 ناقص 3 لكل تربيع
زائد 5 ناقص 3 لكل تربيع. طبعا هيساوي جذر 1 ناقص 3 سالب 2 تربيع ب4، 5 ناقص 3 يبقى 4، يبقى جذر 8 اللي هي 2 جذر 2، يبقى طول ألف بقى بيساوي 2 جذر 2. من المسائل برضو الجميلة واللي فكرتها حلوة جدا جدا. كده خلصنا الجزء ده من الأسئلة، تعال نشوف اللي بعده. رقم 37 يا باشمهندس، تطبيقات حياتية بيقول لي الشكل المقابل يمثل حركة جسيم يتحرك بسرعة منتظمة عين، حيث المسافة فاء مقيسة بالمتر والزمن نون بالثانية. بيقول لي عايز المسافة عند بدء التحرك. ما هو معنى بدء التحرك يا باشمهندس يعني بالنسبة لي السين كده بصفر، يبقى أنا ما اتحركتش، يبقى اللي هي النقطة ده هي. يبقى أنا بالنسبة لي المسافة عند بدء التحرك بيساوي 2 متر. بيقول لي أنا عايز سرعة الجسيم بتاعك. مش هو الخط المستقيم ده بيمثل السرعة مع المسافة مع الزمن؟ أيوة. يبقى ميل الخط المستقيم ده بيمثل السرعة بتاعتي، يبقى أنا عايز أي نقطة؟ طب أنا عارف أول نقطة اللي هي 0 و2، هتلاقي أي نقطة تانية ولكن تكون مظبوطة شوية. تعال نشوف كده الاتنين، هتلاقيها جاية مع التلاتة بالظبط، يبقى 2 و3، أو أي نقطة تانية. هاتلي الميل هيساوي فرق الصادات، يبقى 2 ناقص 3 على فرق السينات 0 ناقص 2، 2 ناقص 3 سالب 1، 0 ناقص 2 سالب 2، ده بيروح مع ده يبقى بيساوي نص. يبقى سرعة الجسيم بالنسبة لي بتساوي كام؟ بتساوي نص. بيقول لي معادلة الخط المستقيم الممثل لحركة الجسيم. طب ما أنا جبت الميل ومعايا نقطة بتعدي بيه، يبقى أقدر أعوض يا باشمهندس، ولكن مش هنكتب بقى صاد وسين هنا، هنكتب فاء بتساوي الميل جبناه بكام؟ بنص. السين بالنسبة لي هنا بتعبر عن إيه؟ عن الزمن. ما هو ده محور السينات نون ومحور الصادات فاء، يبقى نص نون. تمام تمام زائد كام؟ هو قطع من جزء من محور الصادات جزء موجب طوله كام؟ 2، يبقى فاء بتساوي نص نون زائد 2، ويبقى كده خلصت. كده جبت المعادلة، فاء بتساوي نص نون زائد 2. بيقول لي المسافة المقطوعة بعد 4 ثواني من بدء الحركة، يعني هات لي يا باشمهندس النقطة اللي السين عندها بتساوي كام يا باشمهندس؟ 4. هروح عند اللي بيقول لي بعد 4 ثواني، أهو هاخد النقطة 4. تمام، بعد كده هبدأ أعوض بالنسبة لي في قانون المسافة، صح يا باشمهندس؟ تمام، يبقى هعوض هنا عن 4، أو هبدأ أروح يا باشمهندس للرسمة بتاعتي وأجيبها. يبقى أروح بقى عند الأربعة وأخبط كده في الخط المستقيم، هو معنى إن أنا أخبط إن أنا أعوض عادي جدا بالنسبة لي، خلاص؟ تمام، يبقى بالنسبة لي كده هروح يبقى 4، يبقى المسافة المقطوعة بعد 4 ثواني من بدء الحركة هتبقى بالنسبة لي يا باشمهندس 4. خلاص تمام. بيقول لي الزمن الذي يقطع فيه الجسيم المسافة 3.5 متر من بدء الحركة. تمام، هروح يا باشمهندس كده عند 3.5، المسافة هي 3.5، هعوض عندي ب3.5، او هاجي هنا عند 3.5 بالنسبة لي واشوفها اقطع فين، او اعوض في القانون هنا، يبقى 3.5 هيساوي نص نون زائد 2. تمام، وادي 2 الناحية التانية، يبقى 3.5 ناقص 2 هتساوي نص نون، يعني 1.5 هيساوي نص نون، صح؟ يبقى بالنسبة لي اضرب في 2، يبقى النون بيساوي كام؟ النون بيساوي 3. خلاص. رقم 38 يا باشمهندس بيقول لي الشكل المقابل يمثل العلاقة بين المسافة فاء لتقطاع سيارة بالكيلومتر والزمن بالساعة. بيقول لي عايز المسافة بعد 90 دقيقة. تمام، الزمن بالساعات اهو. 90 دقيقة دي يا باشمهندس طبعا زي ما احنا عارفين اللي هي عبارة عن ساعة ونص، صح؟ الساعة 60 دقيقة، فأنا أروح عند 1.5 أهو يا باشمهندس، تمام؟ وبعدين أقوم طالع 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 خابط في الخط وأروح هنا، يبقى المسافة بالنسبة لي كام؟ 90 كيلو متر، تمام؟ ده كده رقم 1. بيقول لي الزمن الذي قطعت فيه السيارة 150 كيلو متر، هروح عند المسافة اللي هي 150 وأروح أخبط في الخط، وأنزل أخبط تحت كده يا باشمهندس، هيديلي الزمن اللي هو 2.5 ساعة، يبقى بالنسبة لي 2.5 ساعة. السرعة يبقى تعرف دايما ان هو عايز الميل. تمام، طب ما احنا يا باشمهندس جبنا نقطتين هما، اقدر عن طريقهم اجيب ايه؟ الميل بتاعه، او اختار اي نقطتين بالنسبة لك، ولكن احنا جبنا نقطتين اللي هي 1.5 و90، والنقطة التانية اللي احنا جبناها 2.5 و150. الميل هيساوي فرق الصادات، يبقى 150 ناقص 90 على فرق السينات اللي هو 2.5 ناقص 1.5، 150 ناقص 90 يبقى 60، 2.5 ناقص 1.5 يبقى 1، يبقى الميل بيساوي كام يا باشمهندس؟ الميل بيساوي 60. المعادلة بتاعتي ص بتساوي ميم س زائد الجيم، وزي ما انت شايف كده الخط المستقيم ده بيعدي بنقطة الأصل اللي هي 0 و0، يبقى الجيم متلزمنيش،
هقول لك شكرا يا جيم. تمام، يبقى الصاب بتساوي، اشيل الميم واحط 60، يبقى الصاب بتساوي 60 س. خلاص. طب خلي بالك ان الميل اللي احنا جبناه ده هو 60، معادلة الخط المستقيم الذي يمثل العلاقة بين ده وده. هشيل الصاد واحط مكانها مين؟ الصاد عندنا هنا اللي هي المسافة اللي هي فاء، هتساوي 60. هشيل السين واحط محور السينات اللي هو الزمن، يبقى نون، يبقى فاء بتساوي 60 نون. يبقى انا كده يا باشمهندس جبت الحل بتاعي. خلاص، الموضوع برضه سهل جدا، تعال نشوف اللي بعده. رقم 39 يا باشمهندس بيقول لي الشكل المقابل يمثل العلاقة برضه بين المسافة والزمن بالدقائق، بس المرة دي جايب لي جسمين ويقول لي يتحركان في اتجاهين متعاكسين. تمام، طيب بيقول لي هل بدأ ألف وباء الحركة في توقيت واحد؟ تعالى كده نشوف. أنا بالنسبة لي ده كده الألف، تمام، وده كده بالنسبة لي الباء يا باشمهندس. تمام، طيب هو بيقول لك هل هما بدأوا الحركة في توقيت واحد؟ فو أنت جيت بصيت، أيوه يا باشمهندس هو بدأ الحركة، هي دي بالنسبة لي النقطة دي اسمها إيه؟ صفر وصفر. طب النقطة اللي فوق دي اسمها إيه؟ ما صفر وتسعة. ولكن بالنسبة لي لما ده كان بدأ الحركة كانت المسافة صفر، ده لما بدأ الحركة كانت المسافة تسعة، ولكن هما الاتنين بدأوا في توقيت واحد. فأقول له نعم، بص طالما السينات هي السينات يبقى هما بدأوا في توقيت واحد. مش السينات دي بتعبر عن الزمن؟ أيوه. طب ما دي صفر ودي صفر، يبقى بدأوا في إيه؟ توقيت واحد. بيقول لي بعد كام دقيقة التقى ألف وباء؟ طب ما تجيب لي نقطة التقاطع، يبقى أنا هجيب نقطة التقاطع ده هي باشمهندس. وبعد كده هو بيقول لي بعد كام دقيقة، فأنا هنزل هنا. بص هي ما بين التلاتة والتلاتة ونص، فأنا هي مش واضحة بالنسبة لي أوي، فخدها مثلا 3.25%، يعني 3.25 تقريبا، لأن هي في النص تقريبا، ممكن 3.2، 3.3 تقريبا يعني. هو على فكرة مش هيحاسبك عليها أوي، هو هيقول لك إيه، قول لي بكام. تمام، بيقول لي أنا عايز منك سرعة ألف. أول ما يسألك على سرعة يا باشمهندس تعرف إن هو عايز منك مين؟ الميل. عشان اجيب الميل هات لي نقطتين كده يكون الارقام بتاعتهم كويسه. مش ده الف؟ اه. طب ما انا عارف النقطه دي بالنسبه لي 5 و0، وانا عارف النقطه دي 0 و9، اقدر اجيب الميل. يبقى الميل بيساوي فرق السينات، فرق الصادات قصدي، يبقى 9 ناقص الصفر على فرق السينات 0 ناقص 5، يبقى يساوي سالب 9 على 5. يبقى انا جبت الميل بالنسبه لي بسالب 9 على 5. هو بيقول لي انا عايز السرعه، انا عايز سرعته، فاقول له والله 9 على 5 بس من غير السالب، يبقى 9 على 5 تطلع معايا بكام؟ ب1.8. هو الميل بسالب و9 و5، ولكن السرعه 1.8، واكتب له التمييز كمان بالنسبه لي اللي هو كيلو متر لكل دقيقه. تمام، بيقول لي اكتب معادله الخط المستقيم الذي يمثل العلاقه بين المسافه والزمن لحركه الجسم باء. طب ما هو باء ده بيعدي بالنقطه 0 و0. طيب وعايزين نقطة كمان يا باشمهندس بيعدي بيها عشان أقدر أجيب لي العلاقة دي، هتلاقي أي نقطة بالنسبة لي كده بيعدي بيها ده الباء نقطة مظبوطة أهي يا باشمهندس، 7 و7 أعتقد مظبوطة خالص. يبقى صاب بتساوي ميم سين زائد الجيم، هات لي الميل النقطة اسمها 7 و7، هو بيعدي بنقطة الأصل اللي هي 0 و0، يبقى الميم بيساوي فرق الصادات 7 ناقص 0، فرق السينات 7 ناقص 0، يبقى الميل بيساوي 1. طالما بيعدي من نقطة 0 و0 هقول لك جيم شكرا مش عايزك، والميم بواحد يبقى المعادلة بتاعتي ان ص بتساوي س. هو بيقول لك العلاقة بين المسافة، يعني شيل الصاد وحط فاء، والزمن شيل السين وحط ايه؟ نون. يبقى العلاقة بتاعتي ان فاء بتساوي نون، هي دي العلاقة اللي هو عايزها، ويبقى انت كده مسألتك خلصت، برضه مسألة سهلة وبسيطة. تعال نشوف اللي بعده. بقينا يا باشمهندس بيقول لي ايه؟ بيقول لي اذا كانت مساحه المربع ا ب ج د 25 وحده مربعه. من قبل ما ابتدي الشغل بتاعي يا باشمهندس انا عارف ان مساحه المربع هي لام تربيع اللي هي طول الضلع في نفسه، يبقى اقدر اجيب طول الضلع عباره عن جذر ال 25 بيساوي 5. يبقى انا كده عرفت ان طول ضلع المربع بيساوي كام؟ بيساوي 5 سنتي. تمام، طيب بيقول لي انا عايز منك معادله ج واو ده، زي ما انت شايف كده ان ج واو ده بيعدي بالنقطه ج، فزي ما انت عارف انا محتاج اعرف النقطه ج دي يا باشمهندس. تمام، مش انا عندي بالنسبه لي ان اضلاع المربع كلها قد بعض، يعني ده قد ده قد ده. تمام، يبقى انا بالنسبه لي والله يا باشمهندس ان الالف باء ده اهو قد الباء ج بالظبط، كل واحد فيهم بيساوي 5. طيب مش انت بتقول لي ان الباء دي 3 و0؟ تمام، يبقى انا بالنسبه لي المسافه اللي هي واو بقى دي بكام؟ ب3. حلو قوي يا باشمهندس. تمام، بعد كده هعمل ايه؟ انا عرفت ان طول ضلع المربع 5، شايف المثلث ده اللي هو ا واو ب؟ ايوه، لو انا طلعته بره كده يا باشمهندس اهو ا واو ب، انا عرفت ان ب واو دي ب3،
وعرفت ان الوتر بخمسة، مش هنقدر اجيب من فيثاغورس ألف واو. تمام، بيساوي جذر، مش ده ضلع، يبقى الوتر تربيع ناقص الضلع تربيع هيساوي جذر خمسة تربيع اللي هي 25 ناقص 9 يبقى 16. جذر 16 بيساوي كام؟ بيساوي 4. يبقى انا عرفت ان ألف واو ده هو بكام؟ بأربعة. يبقى انا كده عرفت ان النقطة ألف ده بكام؟ بصفر وأربعة. كل ده من المعلومة اللي هو قال لي بس ان طول ضلع المربع بالنسبة لي كام يا باشمهندس؟ 4. تمام. طيب مش انا عرفت بالنسبة لي كده ان ألف دي بالنسبة لي صفر وأربعة. تمام، هعمل ايه بعد كده يا باشمهندس؟ انا والله يا باشمهندس هدور هنا على مثلثين اقدر استخدم فيهم التشابه اللي هم مين. ركز معايا، لو انا جيت عند جيم كده وقمت عامل عمل منزل هنا ده كده وسمينا النقطة دي مثلا مثلا ياء. تمام، مش الوتر ده اهو قد الوتر ده اهو. تمام، والمسافة الرأسية هتبقى بالنسبة لي هتبقى هي الابتدان المسافة الرأسية بتاعتي. تمام، طيب بعد كده باشمهندس هعمل ايه؟ المثلث ده بيشبه المثلث ده بالظبط وبيطبقه. تمام، انا بالنسبة لي الوتر بيساوي الوتر يعني الضلع ده بخمسة. ماشي، ولكن بقى شايف ده، اما اجي اقلبه تخيل كده المثلث ده لفيته، مش ده اهي قد ده اللي هي القاعدة، يبقى دي بتلاتة، ومش تبقى ده هي باشمهندس قد ده اهي، دي أربعة، يبقى دي كام؟ أربعة. طب حلو أوي، طب ما هي النقطة ياء دي تبقى بالنسبة لي إيه يا باشمهندس؟ تبقى بالنسبة لي 7 و0، مش الحتة دي 4 والحتة دي 3، يبقى زود على التلاتة دي 4، يبقى النقطة دي ياء دي بالنسبة لي بقت إيه؟ 7 و0. طب مش أنا دلوقتي بقيت عارف السين، يعني عرفت النقطة جيم ده إيه إزاي؟ ما هو الإحداث السين بسبعة، وأنا جبت إيه يا باشمهندس؟ الارتفاع، ما هو الارتفاع ده اللي هو الصاد، يبقى النقطة جيم دي بكام؟ ب7 و3، صح كده يا باشمهندس؟ يبقى انا كده عرفت النقطة ج، وخلي بالك ان واو ج ده بيمر بنقطة الاصل، يبقى بالنسبة لي يا باشمهندس دلوقتي اقدر اتعامل مع مسألتي عادي جدا، انا معايا نقطتين اللي هي 7 و3 و0 و0. حلو قوي، هجيب الميل هيساوي فرق الصادات 3 ناقص 0 على فرق السينات اللي هي 7 ناقص 0 هيساوي كام؟ 3 على 7. جبت الميل، المعادلة بتساوي ص بتساوي م س زائد ج، قول والله انت بتمر بنقطة الاصل يبقى الج ملهاش لازمة هنا، يبقى ص هتساوي هاخد الميل اللي هو 3 على 7 س، يبقى انا كده جبت المعادله بتاعتي ص بتساوي 3 على 7 س. المساله كل ما فيها بس هي تحليل الفكره دي. طبعا هي جديده عليك ان يجيب لك مثلثين متطابقين، وزي ما انا بحل معاك مسائل المتفوقين دي مش مساله امتحانات، يعني ما انتش مطالب بيها. تمام، رقم 41 بيقول لي في الشكل المقابل انا عايز منك معادله ج د. لو لاحظت كده ان ج د عمودي على ا ج، طالما يا باشمهندس عمودي على ألف جيم، يبقى أنا بالنسبة لي لو جبت معادلة ألف جيم هجيب معادلة العمود عليه، فيبقى الموضوع منتهي بالنسبة لي. تمام، مش دي قد دي على المثلث ده متساوي الساقين، يبقى دي قايمة. حلو، بص بقى هعلمك حاجة، لو معاك مثلث متساوي الساقين ولقيت إن طول الوتر بتاعك باتنين جذر اتنين، تعرف على طول إن طول الضلع باتنين. ليه؟ بص، في قانون بيقولك إن طول الوتر بيساوي طول الضلع في جذر اتنين، شبه قطر المربع كده. طب ما هو بيقول لك ان طول الوتر باتنين جذر اتنين، يبقى هيساوي طول الضلع في جذر اتنين، جذر اتنين هتروح مع جذر اتنين، يبقى طول الضلع بيساوي اتنين، يبقى دي اتنين ودي اتنين. طب انت عايز تعملها بالرموز، افرض دي س وافرض دي س، وروح لفيثاغورس هتعمل ايه؟ الوتر تربيع اللي هو اتنين جذر اتنين الكل تربيع هيساوي الضلعين تربيع اللي هي س تربيع زائد س تربيع. لما ربع دي يبقى 4 في 2 ب 8 هيساوي س تربيع، وس تربيع يبقى 2 س تربيع، اقسم على الاتنين يبقى س تربيع بتساوي 4، خد الجذر يبقى س بتساوي 2. بدل اللفة الطويلة دي كلها انا اختصرتها لك في خطوة واحدة. طالما دي ب 2 يبقى نقطة الألف ده بكام؟ خلي بالك الألف ده في الجزء السالب، يبقى سالب 2 وصفر. تمام، ويبقى نقطة الباء ده بكام؟ ب 2، لا ب0 و2 عشان هي على محور الصادات. مش انا معايا نقطتين على الخط المستقيم اللي هو ألف باء، يبقى انا اعرف اجيب معادلته. تمام، هات لي الميل هيساوي فرق الصادات يبقى 2 ناقص 0 على فرق السينات 0 ناقص ناقص 2، طبعا هيبقى موجب 2 على موجب 2 يبقى بيساوي كام؟ 1. يبقى الميل بتاعه بيساوي كام يا باشمهندس؟ بيساوي 1. طب ما انا معايا نقطتين، يبقى ص بتساوي 1 في س بس زائد الجيم، عايز اعوض بقى بنقطه من الاثنين دول، خد النقطة اللي السين فيها بصفر أسهل، يبقى 0 و2. لما أحط السين بصفر ده هتطير، يبقى دي الاتنين بتساوي الجيم، يبقى عرفت إن الجيم بتساوي 2، يبقى المعادلة بتاعتي هي ص بتساوي، إحنا جبنا الميل ب1 يبقى س، وجبنا الجيم ب2
يبقى المعادلة بتاعتي ص بتساوي س زائد 2. ايه المعادلة اللي انا جبتها دي يا باشمهندس؟ دي معادلة ألف باء أو ألف جيم. طيب أنا دلوقتي جبت ميله بواحد، يبقى ميل العمود عليه اللي هو جيم دال ده، يبقى ميل العمودي جيم دال هيساوي ايه؟ دي واحد، يبقى ميله شقلب اللي هو واحد برضه، غير إشارته يبقى سالب واحد. يبقى أنا عرفت إن ميل جيم دال ده بكام؟ بسالب واحد. كويس أوي. عايز نقطة كمان عليها يا باشمهندس على الجيم دال ده وأعرف أجيب لك معادلته. هو بيقول لك إن هو بيعدي بالنقطة واحد وكاف، تمام؟ هو معنى واحد وكاف يعني السينات بتاعتك بكام؟ السينات بتاعتي بواحد. طب ما انا عايز اجيب الصاد بتاعتي يا باشمهندس، تمام؟ اعمل ايه؟ ركز معايا، مش انا بالنسبه لي ده الواحد والكاف برضو بتحقق المعادله دي؟ اه، يعني شيل السين وحط واحد وشيل الصاد وحط كاف، يبقى الكاف بتساوي واحد زائد اتنين بيساوي تلاتة، يبقى النقطه دي اسمها واحد وتلاتة. الموضوع منتهي بالنسبه لك. المعادله هتبقى صاد بتساوي دي سالب واحد، يبقى سالب س زائد الجيم. وكده عرفت ان هو بيعدي النقطة واحد وتلاتة. شيل الصاد وحط تلاتة، يبقى التلاتة بتساوي سالب واحد زائد الجيم، وادي السالب واحد الناحية التانية، يبقى تلاتة وواحد أربعة بتساوي الجيم، يبقى المعادلة بتاعتي صاد بتساوي سالب ج سالب س، والجيم بكام؟ بأربعة، يبقى صاد بتساوي سالب س زائد أربعة. يبقى أنا كده يا باشمهندس عرفت أجيب معادلة الجيم تال اللي هي صاد تساوي سالب س زائد إيه؟ زائد الأربعة. خلاص اتفقنا بس كده. تمام بكده يا باشمهندس يبقى خلصنا حل تمارين اخر درس هندسه بالكامل. وطبعا انا نزلت لك حل تمارين الاحصاء اللي هم الدرسين اللي هو جمع البيانات والتشتت بالكامل، الاسئله بالكامل، التشتت محلول بالكامل، وعلمتك ازاي بتحله بالاله الحاسبه. كده احنا خلصنا المنهج. هفكرك بقى ان كل المنهج موجود في قوائم التشغيل، سواء الهندسه او سواء الجبر او حساب المثلثات او الاحصاء، موجودين في قوائم التشغيل. وهفكرك ان احنا حلينا الاسئله الهامه على الوحده الاولى والاسئله الهامه على الوحده الثالثه اللي هي حساب المثلثات. فاضل لنا بس يا باشمهندس ان احنا نحل الاسئله الهامه على الوحده الثانيه جبر، وعلى الاحصاء، وعلى وحده الهندسه دي باذن الله هنزلهم لك. وبعد كده مش وبعد كده، وانا بنزل لك الاسئله دي هنزل لك حل المحافظات وحل نماذج كتاب المدرسه. فباذن الله الفتره الجايه هننزل حل نماذج كتاب المدرسه وحل المحافظات باذن الله، عشان كده الموضوع يبقى شامل بالنسبه لك. اتمنى ان اكون قدرت افيدك، اتمنى اكون وصلت لك المعلومه بطريقه سهله وبسيطه. يا ريت لو انت استفدت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتضغط لايك وتشارك الفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من الناس. اشوفكم على خير الفيديو الجاي. كان معاك مهندس حسام من قناه حسام ميرا رياضيات، وشكرا.